بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك وكتابة أينما كنتم. والأهلي يقلب في صفحات التاريخ الكروي، من يقرأ؟ إبراهيم. أهلا بك يا باشمهندس، أهلا بكم أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في الحلقة رقم 816، لقاء الخميس من ملك وكتابة، تأتي في توقيت الأهلي يقلب في صفحات كثير من التاريخ يا باشمهندس. أستاذ إبراهيم، ابتدي من أول فبراير أو من آخر يناير. صفحة الدوري العام اتقلبت ليفتح صفحة كأس العالم للأندية، خلصها اتقلبت ليفتح صفحة البطولة الإفريقية، صفحة هتتقلب عشان يرجع للدوري. كل ده في خلال إيه؟ أقل من 17-18 يوم. كويس كده؟ تخللهم إيه بقى؟ سفر من القاهرة إلى طنجة، ومن طنجة إلى تطوان، ومن تطوان إلى طنجة، ومن طنجة إلى الرباط، ومن الرباط إلى طنجة، ومن طنجة إلى القاهرة، ومن القاهرة إلى الخرطوم، ومن الخرطوم إلى أسوان، ومن الخرطوم إلى أسوان. حد يقول لي كم كيلو متر قطعها هؤلاء اللاعبون، وكم مرة فضوا الشنط ووضبوا الشنط وتمرنوا وراحوا جم، والجهاز الفني ينتقل من المحل إلى كل دي دراسة. أنت شفت بعينك الراجل ما مغمضلوش جفن، هو عمال بيدرس وبيقرأ وبيتابع وبيراجع كل الصفحات كل صفحة من دول، بتقرا عربي بعدين تقرا لاتيني بعدين تقرا انجليزي بعدين ترجع للعربي بعدين تروح للصعيدي بعدين ترجع هذا امر يعني لا يقدر عليه الا امثال النادي الاهلي، ويعني باذن الله هم لها باذن الله وبدعوات محبوه وجماهيره، اللي الاهلي ملوش اهم منهم ولا غيرهم، يستطيع الاهلي ان يقرا الكتاب، ان يستوعبه، أن يهضمه، أن ينجح في الامتحان، وأن يتابع معنا كمان أبرز عناوين الحلقة. مقالي ومقالوا، كيف يستقيم الظل والعود أعوج، الغربال إيه الجديد، وبعضمة لسانه هل الهلال يا أهلي، والشموع الحمراء مصطفى بيه أمين، وأسرار الملك عن سعيد جرمانو، وأخيرا مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. ده أبرز عناوين الحلقة، لكن خلينا نقول في البداية النهاردة كان يوم عامر جدا بالشغل. الأهلي بيجهز الفريق للسفر، الفريق كان عنده تدريب، انتوا عارفين انه الفريق نقل تدريباته لملاعب الأهلي في مدينة نصر لإجراء بعض الإصلاحات السريعة في ملعب التتش إن شاء الله. اتمرن الفريق في مدينة نصر، الكابتن محمود الخطيب كان عنده جولة مهمة بدأها بالشيخ زايد للاطمئنان على المنشآت وسيرها، ثم في مدينة نصر ما بين حضور تدريب الفريق والشد من أزر اللاعبين قبل السفر إلى الاجتماع مع الإدارة الهندسية والاطمئنان على مجريات العمل في منشآت النادي وتطويراته، ثم الاجتماع مع قطاع الناشئين للوقوف على حالة العمل هناك. هو مجريات ولا مجريات؟ أنت عايز الدكتور محمد شاهين. أيوه. طيب، ده الكلام المهم في التجهيز قبل السفر زي ما قلت لحضراتكم. بس ما دام المهندس عدلي الراجل يعني منحاز دايما للشيخ زايد وبيحب يصلي دايما في النادي، فالنادي الاهلي انشاءات النادي في الشيخ زايد من ضمن الانشاءات الكتيره اللي بتتعمل مسجد النادي في الشيخ زايد. ف كانت بعض الناس عندها رغبة إنها تتبرع لإتمام إنشاء المسجد. المسجد في أي منشأة رياضية له طبيعة خاصة،
لأنه إنما يعمر مساجد الله، فإعمار المساجد جزء كتير منها الناس بتحب تساهم فيها. نزولا عن على هذه الرغبة، رحب مجلس الإدارة في إطار برضو عائلة الأهلي وإطار هذه الروح الطيبة في التعامل مع إعمار بيوت الله دونا عن أي منشأة تانية. كان في رغبة كبيرة عند أعضاء مجلس الإدارة في قطاع الناشئين، الأكاديمية، الفريق الأول، النشاط الرياضي، وحتى أعضاء النادي العاملين اللي بيرغب فيهم في التبرع. نزولا على هذه الرغبة الدينية الطيبة الروحانية، الإدارة المالية في النادي سواء في كل المقرات بتتلقى هذه التبرعات من أجل إتمام مسجد الأهلي في الشيخ زايد عشان المهندس عادل يصلي القيام إن شاء الله فيه إن شاء الله. الحقيقة هو يعني ساعات الناس تاخد الأمور في خارج سياقها. هو النادي الأهلي مش قادر يبني جامع في وسط المئات الملايين اللي عمال يبنيها، ولكن عندما تكون الرغبة ما تدونا فرصة عشان نساهم، عايزين. وعلى فكرة الجميل يجي في الأمر من كده إن بعض الفرق في النشاط الرياضي، بعض العاملين، بعض، فالنادي الأهلي قال لك طب ما ننظمها عشان ما تبقاش اجتهادات فردية، اللي عايز نحط لها آلية، والموضوع بسيط جدا، تكون من خلال الإدارة المالية، بسيط جدا والله الموضوع، يعني حتى مش محتاج إن احنا يعني الناس مندفعة لهذا الأمر. ولكن طيب وانت داخل على رمضان والناس كلها مندفعة تعمل يعني شيء طيب، يعني الصدقة الجارية دي، فما بالك لما تكون في جامع ولا كل واحد يصلي يدعي لك، يعني أمر محمود. ويعني أنا شايف إنه شيء جميل إنه يتاح الفرصة للأعضاء وللعاملين إنه ما يعني ياخدوا هذا والرياضيين الطور. ده كلام مهم جدا لأنه ده كمان لمجلس الإدارة وللأعضاء وللرياضيين وللاعبين والقطاع الناشئين والأكاديمية وكل القطاعات الرياضية في النادي. ده بيكون من خلال الإدارة المالية في النادي. على فكرة كابتن الخطيب كمان تواصل النهاردة مع الفريق قبل السفر وطمن عليه، وهنا في دور مشكور للسيد وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي اللي كان أجرى اتصالاته مع وزيرة الشباب والرياضة في السودان الشقيق السيدة هزار عبد الرسول عجب، وزيرة الشباب والرياضة في السودان، اللي رحبت بفريق الأهلي في بلده الثاني، واطمن منها الدكتور أشرف صبحي على ترتيبات استقبال البعثة وإقامة الفريق من كافة النواحي. كابتن الخطيب كمان أشار إلى التدخل السيد وزير الشباب والرياضة لمحاولة إيجاد حلول لتوفير العملة الصعبة لمرتبات المدربين واللاعبين المحترفين والأجانب في الأندية في إطار اللوائح والنظام، لأن هي المسائل دي بتواجه الأندية، بتواجه صعوبات كتيرة فيها الأندية، تدبير العملة الصعبة للمدربين الأجانب واللاعبين. فوزير الشباب والرياضة بيبذل مجهود في هذا الاتجاه بالذات، كمان تدبير نفقات سفريات الفرق. انت الاهلي بيشارك، الزمالك بيشارك، فيوتشر بيشارك، بيراميدز بيشارك، السفر للرحلات الخارجيه في كره القدم عايزه تدبير عمله صعبه، ايضا بقيه الفرق الرياضيه اللي بتشارك سواء على مستوى الانديه او المنتخبات في الالعاب الاخرى. فالمساله محتاجه نوع من ضبط النواحي الماليه في الإطار الإداري والقانوني السليم للحفاظ على الحركة الرياضية نفسها. يعني هو الفكرة كلها المسألة مش معاك فلوس ولا لا، ربما معاك فلوس بس مش عارف تدبر العملة. هنا يقودنا أن مؤكد أن احنا المواضيع التسويقية هتتجه والرعايات لابد أن تتجه بفلسفة جديدة تماما في الفترات القادمة، أن احنا لازم يبقى فيه توجه إلى مؤسسات وكيانات دولية تساهم معنا في الكرة المصرية. وعشان نتحقق هذا أستاذ إبراهيم لازم نطور نظامنا الكروي، لازم أصبح ضرورة. أصبح النهاردة المغرب، شوف المغرب هيلاعب البرازيل، طب إيه اللي يخلي البرازيل تلاعب المغرب؟ أنها لفتت نظرها بنظامها وبنتائجها. فالنهاردة المغرب عمالة تخرج من حدث تخش في حدث،
وانت مجهز لنا حاجه باذن الله هنتكلم عليها بالتفصيل في هذا الشان، علشان يعني نشعر ايضا احنا كمان ان انا الاوان بقى يا اخواننا ان احنا ناخد الدنيا في سكه صح. ده كلام مهم جدا. السفير المصري السيد السفير هاني صلاح سفير مصر في السودان ووفد من السفارة حرصوا على التواجد في مطار الخرطوم لاستقبال البعثة. بعثة الأهلي بيترأسها الأستاذ العمري فاروق نائب رئيس النادي، ووفد السفارة المصرية بالسودان في الخرطوم ضم السيد السفير هاني صلاح والمستشارين ريم الدهشان ونور البنا اللي استقبلوا بعثة الأهلي عند وصولها إلى الخرطوم للقاء الهلال السوداني الشقيق السبت عصر السبت إن شاء الله. السفير ده مش كان موجود في معانا في اليابان؟ آه. إحنا فكرني أوي لأن أنا لاقط كده. خلينا نفتكر. هو تصدق معالي السفير هاني صلاح، يا مساء الفل عليك. يا ابراهيم بيه العظيم. انت وحشتنا كتير يا معالي السفير والله. احترامي لحضرتك والعدي بيه وايام جميله ان شاء الله. احنا تذكرنا. ايه الصدفه الطيبه الجميله قوي دي يا معالي السفير؟ ربنا يخليك. انا والله قلت معالي الوزير العمري لما وصل فين ابراهيم بيه وعدلي بيه، لو سمحتوا ارجعوا هاتوهم وترجعوا. انا بقول للمشاهدين سياده السفير هاني صلاح يعني عاش معانا اسعد ايام الاهلي في اليابان في 2005 و2006. الحقيقه كان معاليك كنت عضو في السفاره وكان ليك جهود كبيره جدا في دعم بعثه الاهلي. كانش بيسيبنا لحظه الحقيقه. عظيم. واول واحد سالت عنه والله ابراهيم بيه وعدلي بيه اول ما وصل. ربنا يخلي معاليك. انا متذكر كان ابن حضرتك برضه غاوي كوره وكان معاك وبيحضر معانا يعني. بالظبط يا فندم. بالظبط. طمنا يا معالي السفير، جهود طيبه من سعادتك في استقبال البعثه، حطنا في الاجواء عند معاليك. ده اقل شيء. والنادي الاهلي قيمه كبيره مش بس لنفسه والمصر والوطن العربي والافريقيا كلها. تمام. احنا بنستقبل رابع العالم يا ابراهيم بيه، مش بنستقبل اي حد. الحاجه الثانيه احنا بنستقبل فريق بلدنا اللي مشرفنا في كل حته، والحاجه الثالثه واجبنا والحمد لله وصلوا بسلام في الميعاد على حوالي الساعه 6:30 بعد العصر بعد المغرب. يتوجهوا فورا لمقر الإقامة في أكبر وأهم فندق في العاصمة السودانية. وإحنا كنا معاهم وزمايلي أعضاء السفارة ورئيس البعثة رئيس بعثة الري ورئيس بعثة التعليمية ورابطة دارسين المصريين في المدارس والجامعات السودانية، ووفد كبير من جمعية الصداقة المصرية السودانية لأول مرة في بادرة طيبة للغاية. ما هو معاليك او سعادتك يعني يا فندم استلهمت الفكره دي ضروري وسعيت انها تطبق من جمعيه الصداقه اليابانيه المصريه. بالظبط يا عدلي بيه. بالظبط يا فندم، حضرتك فاكر كويس وفعلا عملوا معانا نفس. لا كان لهم دور كبير جدا يا فندم جدا. واحنا هنا الحقيقه لان هو اكتر من اسبوعين بننسق مع كل الجهات المعنيه هنا عشان الزياره تخرج بالشكل المامول، مش بس على مستوى الحدث والمباراة ولكن بكل الجواب. حالة الطقس عندكم نفس القاهرة ولا الدرجة عاملة ازاي؟ الطقس حوالي الوقت درجة حرارة ممتازة حوالي ما بين 23 ل 25 في بالليل. مثالية. تمام. الصبح الصبح بس وقت المباراة هتبقى ما بين 30 ل 32 اللي هو الساعة 3 الظهر. انما الطقس بالليل او بعد الظهر بيبقى ممتاز، ويعني 30 32 طبعا مش افضل جو ولكن محتمل يعني ممكن اداء اللاعبين فيه بشكل طيب. الجانب السوداني طبعا العلاقه بين مصر والسودان وبين الاهلي والهلال بالخصوص كمان كلها ارتباطات وروابط طيبه جدا. طبعا يا فندم طبعا، والحقيقه اخواتنا هنا مش محسسيننا باي غربه، مش بس بالنسبه للنادي الاهلي، لاي طلبات متعاونين من اول وزاره الداخليه وزاره الشباب والرياضه الاتحاد السوداني لكرة القدم نادي الهلال موفرين كل حاجة. التأمين كان عالي جدا في الركاب من فندق من أزمة المطار لحد الفندق، وصلنا الحقيقة في ربع ساعة والطريق كان مفتوح لينا، وتأمين عالي المستوى بيتعمل لركاب الشخصيات الهامة فقط في السودان. فالحقيقة الناس مش متأخرة معانا، وأنا بكلم حضرتك دلوقتي أنا لازلت في مقر إقامة النادي الأهلي بطمن عليهم، معايا زمايلي في السفاره وهم تناولوا وجبه العشاء تعيبه وكنا معاهم،
والجهاز كان موجود، ثم الفريق الإعلامي، وطلعوا غرفهم بسلام. واطمن طبعا السيد رئيس الدافع عمرو بيه فاروق على كل الترتيبات الإدارية، سواء تدريب بكرة في الملعب، الإقامة، صالة المحاضرات، صالة الطعام، كل الترتيبات الصغيرة الحقيقة دخل فيها واطمن إن هي ماشية كويس. الأصداء الإعلامية يا فندم والشعبوية زي ما بيقولوا بقى، والاهتمام بالمباراة، عدل بيه الأهلي حاجة كبيرة جدا في أي بلد بيروح. فالإعلام السوداني ومواقع التواصل الحقيقة نشطة بشكل عام حتى في أي حدث، فما بالك بقى حضرتك بالأهلي ومصر بالذات. طبعا تغطية يعني من أول ما أعلنت القرعة، وطبعا تزايدت في الأيام الأخيرة خصوصا مع قرب وصول البعثة، وفي كل الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ومواقع التواصل تحليل بقى للأهلي وأدائه في بطولة كأس العالم للأندية، واللعيبة الجاهزة واللعيبة اللي مش جاهزة، وجهازه الفني، وطموحات النادي الأهلي، وتوقعات لنتيجة المباراة، كل شيء حضرتك تتخيله. تمام. وعلى فكرة احنا بيننا وبين أشقائنا في السودان ذكريات رائعة من أيام سليمان فارس وأمين زكي وأسامة يوسف وجرن الشطة، وجرن الشطة طبعا، وإبراهيم كبير، يعني أثروا تماما النادي الأهلي بمواهبهم، ونتذكرهم بخلقهم الرفيع بكل خير يعني. طبعا يا فندم طبعا، وهم اللعيبة والأسماء الكبيرة اللي حضرتك قلتها دي هي معتبرة نفسها سفراء بين البلدين، وبيعتبروا نفسهم مش بس سودانيين ولكن مصريين أيضا. ولحد النهارده هو عبد المنعم شطه لازال يعني، حتى من خلال دوره جوه الاتحاد الافريقي من قبل كده، وحتى دوره جوه النادي الاهلي لازال سفيرا يعني لا هو انصهر تماما في قالب السودان ومصر يعني. حقيقي حقيقي هو في حد ذاته بيمثل الوحده في نموذج منفرد. صحيح، هو بيقول على نفسه كده. انا هقول لحضرتك قصه على شطه مهمه، يمكن الجماهير الاهلي ما اعرفش، يمكن عدلي بيه يعرفها وابراهيم بيه ما اعرفش، الجماهير تعرفها ولا لا. حتى اول مره يوصل مصر كان سنه 73، ما اعرفش اراكم على بالظبط. تمام يا فندم. وجي يدرس هندسه بالظبط، هو مهندس بارع، وهو صديق ومتحدث بارع بالانجليزيه افضل من العربيه. صحيح، انا حبيت فيه انه لاعب مثقف ولاعب مؤمن بالعلم، وطور نفسه وغير كارير بتاع حياته بعد ما انا مسيرته في الملاعب. الراجل ده جه مصر يوم 6 اكتوبر سنه 73 عشان يدرس هندسه في مصر، وجه في اخر طياره قبل اغلاق الاجواء الجويه المصريه قبل حرب اكتوبر 73. هو اللي بيحكي القصه دي عن نفسه. ايوه، وبيحكيها للشعب السوداني. كان فايل خير يعني. وبيقول قد ايه انا من ساعه المرحله دي ايام الحرب بتاعت اكتوبر بقيت جزء من الشعب، لان شفت بيدعموا بلدهم ازاي وبيدعموا جيشهم ازاي. قصه مؤثره لازم حضرتك تسمعوها مره من شط. تمام. لا نشاط قصصه كتير الفريق بكره ان شاء الله عنده تمرينه واحده مش كده؟ الفريق بكره تدريبه تمرينه واحده الساعه 3، هيتحركوا من مقر الاقامه ان شاء الله 2:30، بيكونوا في الملعب. الملعب حوالي ربع ساعة تلت ساعة من فم درمان، هو ملعب المباراة. أيوة، اسمه الجوهرة الزرقاء فم درمان. تعرف حضرتك الخرطوم اسمها العاصمة المثلثة، مكونة من 3 مدن، الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان. أيوة، أم درمان هي العاصمة القديمة يعني. أيوة، فهي فيها الملعب حوالي تلت ساعة بفتح الطريق بالركاب بالأمن بيفتحوا. أيوة، وان شاء الله يبقى تدريب مثمر غدا، هو التدريب الوحيد طبعا هنا. وكولر المدير الفني كان ناوي يعمل حاجه او يقعد مع اللعيبه النهارده، بس غير رايه وقرر يدي راحه للاعبين بقيه اليوم يعني النهارده. انما التدريب ان شاء الله خبر كروي يعني الحس الكروي موجود يا فندم. يا فندم ربنا يخليك يا فندم. هو كرم بس من البعثه، لان انا كنت قاعد معاهم شايف ترتيبات التجهيز. الحقيقه النظام انا لازم اشيد بيه كل شيء، مفيش حاجه بتتم عشوائي نهائي، لا الاكل عشوائي ولا التدريب عشوائي ولا العلاقات بين الناس جوه البعثه عشوائيه.
حاجه منطق فريق على انت بتتفرج على ريال مدريد. والله شهاده نعتز بيها يا فندم. ده بفضل تسهيلاتكم برضو. والله ما بجامل، انا عمال بقول له طريقه الكتابه وترتيب المواعيد والخطط وال امتى نعمل ايه، وكل واحد عارف دوره من غير كلام، محدش بيتكلم. طريق يا ريت مصر كلها تمشي كده. الحمد لله يا فندم. الحمد لله مع السفير. والبعثه تغادر على الطياره الخاصه بعد المباراه مباشره ان شاء الله. بعد المباراه مباشره، يمكن الاول هياخدوا العشاء. وبعدين يغادروا ان شاء الله متجهين لاسوان. لاسوان. لسه المواعيد بالظبط امتى مش واضح، بس الاكيد ان الاول هيرجعوا لمقر الاقامه ياخدوا وجبه العشاء. ان شاء الله بعد نتيجه ايجابيه فتبقى وجبه كده جميله. ان شاء الله. ويطلعوا على عشان مباراه اسوان. انا زي ما قلت لحضرتك وزير الداخليه اكد لي شخصيا ان البعثه دي في عهده السودان من مطار لحد ما ترجع المطار. ده كلام انا بنقله حرفيا. تمام. وزيره الشباب والرياضه بتبذل كل ما في وسعها في دكتوره طيبه من قيادتها انها تحضر مران تدريب النادي الاهلي بكره، ودي برضه هتبقى رساله مهمه جدا من الجانب السوداني. لو تحققت، هي الحقيقه عندها زياره خارج الخرطوم بكره الصبح، لو قدرت تلحق التدريب هترجع تروحه. سيد وزير الشباب والرياضه المصري اتصل بيا 3 مرات النهارده، واتصل بالسيد العامري فاروق عشان اطمئنان على البعثه. هو بيتصل الحقيقه مكتب السيد وزير الشباب والرياضه في مصر بيكلمني تقريبا كل ساعه. ايضا انا بعمل دلوقتي بحاول التواصل بين الوزيرين عشان برضو السيد الوزير يطمئن من الوزيره السودانيه على الترتيبات كلها. وكمان مساعد وزير الخارجيه عندنا في مصر مدير اداره السودان وجنوب السودان منذ 3 ايام على تواصل معايا اكثر من 3 مرات في اليوم عشان برضو تامين البعثه وخروج المباراه بالشكل ده. مدير مكتب وزير الخارجيه كمان اتصل بيا النهارده الصبح ايضا في هذا الصدد. الحقيقه اهتمام من كل الجهات سواء المصريه او السودانيه. الاتحاد السوداني لكره القدم كانوا عندي في السفاره اول امس قاعده مطوله لبحث كل ترتيبات المباراه من اول الدخول لحد انتهاء المباراه. والحقيقه يعني اقول ايه يا فندم، اللي بتقوله ده حضرتك بيوضح المعنى الحقيقي كيف تكون الرياضه جسرا لعبور العلاقات الطيبه بين الشعوب، وطريقه الاهتمام اللي احنا شايفينها دي من كل الاطراف بتعكس هذا المعنى تماما. وفي وجود امثال الدبلوماسيه اللي حضرتك بتمثلها باذن الله لا خوف على الرياضه المصريه ولا الرياضه العربيه والافريقيه. نتمنى كل الخير يا فندم، ونتمنى ان باذن الله يكون بيننا وبين بعض برضه لقاء على الهواء نتكلم بعد الماتش كده بكلام طيب باذن الله. تشرف يا ابراهيم، تشرف، وده يعني شاكر لكلام سيادتك، وده واجبنا ولازم نعمله. والحقيقه احنا متشرفين، ما تعرفش عليك فرحة المصريين اللي في السودان قد ايه بالبعثه وحجم الناس اللي كانت متواجده في المطار في الاستقبال. هو لولا بس البعثه احنا خرجناها على طول، يعني كان الناس دي عملت مظاهره كبيره اكن اللعيبه بيلعبوا في مصر. وباذن الله يلقوا هنا في القاهره في مباراه العوده كل الحفاوه والترحاب. باذن الله يترد لهم كل هذا الامر باطيب منه باذن الله. باذن الله يا فندم، باذن الله. وانا برضو احب اطمن حضرتكم الملعب جاهز وكل شيء كويس. انا كنت من حوالي شهر ونص رحت خصيصا شاهدت مباراه الهلال والمريخ في الدوري السوداني. دي اخر مباراه احتكاك حقيقي للفريقين اللي هم هيلعبوا مع الفرق المصريه. وشفت الملعب من جوه ومن بره، الملعب الحقيقه مجهز. والحقيقه الاخوه في السودان بيحاولوا كل ما في وسعهم ان المباراه تخرج بشكل رائع، انا بسميه بشعبي شمال وجنوب الوادي، مش مصر والسودان، احنا شعب واحد جزء منه في الشمال وجزء منه في الجنوب. يا فندم سعداء جدا بتواصل سعادتك معانا وبنشكرك شكرا جزيلا. شكرا. شكرا جزيلا لمعالي السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم. والحقيقه اللي طمنا كتير على اوضاع البعثه وعلى حاله الاستقبال الطيب وعلى كل الترتيبات الخاصه باقامه بعثه الاهلي والتجهيزات الخاصه بمباراه السبت عصرا ان شاء الله. يا رب تيجي على خير، ويا رب
تكون الرياضة هي الجسر زي ما نتمنى اللي بنعبر بيه يعني علاقات أقوى باستمرار. احنا شفنا في المغرب الكلام ده، شفنا في الجزائر الكلام ده، شفنا في أبو ظبي، شفنا في دبي، شفنا في الدوحة. هذا يعني يجب أن يبنى على هذا الكلام، وهو في أجمل من الرياضة عشان تترجم يعني المعاني النبيلة للقيم الإنسانية بشكل عام إبراهيم يعني. وما فيش أنبل من دور للرياضة إلا وهي بنجومها ورموزها بتدعم العمل الخيري والعمل الإنساني، وما فيش عمل إنساني وخيري أكبر وأبرز دلوقتي من مستشفى القلب في أسوان للدكتور مجدي يعقوب. عشان كده الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة حريصين على الترتيب لزيارة للكابتن الخطيب ومعاه الدكتور شوقي لمقر مستشفى القلب في أسوان، ده بالتنسيق مع الدكتور مجدي يعقوب المؤسس والرئيس الفاخر لهذه المؤسسة الطبية الخيرية اللي بتقوم بدور كبير جدا في علاج مرضى القلب في الصعيد. الحقيقة النادي الأهلي مش سايب مجال ومش متجاهل مجال إلا بيحدث فيه متابعة دقيقة وترجمة دقيقة لقيم وتقاليد النادي الأهلي والوعود التي بيلزم نفسه بيها وبيطبقها بمنتهى الدقة. الدور المجتمعي اللي بيقوم بيه النادي الأهلي هو على أرض الواقع في ترجمة دائما له. كل الشكر والتقدير للدكتور مجدي يعقوب، هذا الإنسان الرائع جدا جدا. طبعا انتوا بتتكلموا على بروفيسير يصل إلى يبقى ده السير في انجلترا وله هذه المكانه العالميه الكبيره جدا، يرجع لوطنه ويرجع لبلده ويرجع لناسه عشان يمد يده وعلمه عشان وخبراته لعلاج عشان يدي النموذج ابراهيم الذي يجب ان يتاسى به كل ناسنا المهمين في الخارج. أي. ارجعوا بلدكم، ادوا مساهمات كل في مكانه علشان البلد دي محتاجه لكل مجهود، وكل حد ناجح بره ياخد بايدها خطوه. احنا يا جماعه يعني عايزين نعوض اللي فات، السنين اللي فاتت دي نقدر نعوضها بخطوات واسعه اذا كان في جهد محلي بيبذل بشكل غير مسبوق لتعويض المسافات والسباق الزمن. يبقى احنا محتاجين النماذج اللي زي الدكتور مجدي ترجع بلدها تدي اسهامات وترجع تكمل نجاحاتها في الخارج، بس يدولنا من خبراتهم ويدولنا من تواجدهم المثل الطيب اللي نقدر نبني عليه. على ذكر الطب والأطباء والمرضى والمعالجين، بنقول للكابتن أمير توفيق مدير التسويق في النادي حمد الله على السلامة. أمير توفيق خضع لجراحة كانت حرجة جدا. اه والله حرجة جدا، جراحة كانت ما تحكي للناس. لو تعلمون لو تعلمون، عشان الناس مش بتشوف ما وراء المانشيتات والأخبار. أمير كان من شهرين نصح أنه لازم يعمل عملية فورا. كان عنده تسوس في جدار الأذن. يا ساتر، تسوس تسوس، فهو ما كانش قادر ياخد أجازة يعمل عملية لأن كان داخل على موسم انتقالات وعنده تكلفات وهيضطر يسافر مرتين أو ثلاثة، الله أعلم بالمدد. وفعلا ده اللي حصل، وقعد أكتر من شهر بره. وبمجرد ما انتهى وعودته من الجزائر، يعني راح الأول تركيا عشان يعمل حاجات وكان بيتواصل مع البرازيل، وبعدين طلع على الجزائر عشان القندوسي، ولحقنا في اللحظات يعني الحاسمة إن احنا نحسم الصفقة. وعاد ما قالش لحد حاجة إلا إن فوجئت بسأل عليه في المستشفى، كلمته قال لي أنا لسه خارج من أوضة العمليات. العملية أستاذ إبراهيم عبارة عن إيه؟ لما دخلوا يعملوا له العملية قالوا له أنت إزاي استنيت عن نفسك كده؟ التسوس دخل على عظم الجمجمة وبدأ يثقب فيها، وقالوا له لو كنت استنيت 15 يوم كان هيبقى ممكن يثقب الجمجمة إلى والله أعلم كان يحصل إيه. واتعمل له عملية هقول لكم يعني المعاناة، يعني اتشال عظم وعمل ترقيع عظم عشان يعني عملية معقدة وصعبة جدا، لكن في الآخر هو الراجل شعر ان عنده مسؤوليه ولازم، ما قالش لحد حتى هذا الكلام الا لما فوجئنا وهو في المستشفى وبدانا نسال عن حاله في الخارج. مش كده؟ لا لا لا، هنا في مصر. هنا في مصر. هو ما عندوش وقت، كان يروح ولا يجي. ده تاني يوم ما رجع عمل عمليه تقريبا او تالت يوم. فقالوا له انت جيت في توقيت يعني حرج جدا
والعمليه بعد ما كانت ممكن تبقى ابسط كتير بقت بهذا التعقيد، لكن الحمد لله كمان الحمد لله لحق قبل ما توصل لمرحله الخطوره، والنهارده او بقى له يومين بالظبط عاد ليمارس عمله من جديد. فيعني ينبغي ان الامور الف حمد لله على السلامه، نتمنى له الخير كلنا و الف حمد لله على السلامه للكابتن امير توفيق. و السعوديه بتعلن فوزها باستضافه كاس العالم 2023، ودي نقطه مهمه جدا. احنا شفنا المغرب استضافت النسخه الحاليه، ودي نسخه 2022 2023 هذا الموسم او هذا العام، هتقام في السعوديه في شهر سبتمبر من هذا العام ان شاء الله تعالى باذن الله. يتوج الاهلي بدوري ابطال افريقيا كهدف من اهدافه عشان يشارك في كأس العالم للأندية في السعودية، ولو ده ربنا كتبه إن شاء الله تعالى هيكون الأهلي عنده إنجاز تاريخي ما حصلش، إنه يبقى شارك في سنة واحدة في بطولتين لكأس العالم للأندية. النسخة الحالية اتأخرت للفترة لفبراير، لكن لا هو حصل من الأهلي السنة اللي فاتت، لا ما كان دايما النسخة بتقام في ديسمبر، إنما السنة دي هي اتأجلت عشان اتأخرت كتير. نسخة 22 جات لفبراير من العام الحالي، فبقت فرصة للسعودية أن تستضيف هذه النسخة. غرد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودية، قال لك ده امتدادا للنجاحات في تنظيم البطولات والأحداث العالمية بدعم قيادة وطننا الغالي. نسعد اليوم بإعلان الفيفا عن استضافة المملكة لبطولة كأس العالم للأندية 2023. وأضاف الفيصل مرحبا بالعالم في موطن الأحداث الرياضية، السعودية تستضيف هذه النسخة للمرة الأولى. عايز أعلق تعليق. وربما تستضيف النسخة اللي بعديها 24. لا هي هتستضيف. على أساس إن 25 هتبقى مختلفة خالص. بص يا أستاذ إبراهيم. أقيمت في اليابان، كان الأهلي حاضرها. أيوه. فشارك في اليابان. أيوه. أكثر من مرة. أقيمت في الإمارات، شارك الأهلي في الإمارات. أقيمت في الدوحة، شارك الأهلي في الدوحة. أقيمت في المغرب، شارك الاهلي اكثر من مرتين. شارك في الاهلي اكثر من مره. نتمنى ان يستمر هذا ويشارك الارتباط، والا يترك الاهلي عاصمه من العواصم تحتضن هذه البطوله الا ويحط بصمته وتواجده. الوجود في السعوديه هناك اكبر جاليه مصريه طبعا. هيبقى يعني انا متاكد ان الاخوه السعوديين يتمنوا وجود الاهلي عشان الزخم الجماهيري هيبقى يعني تصور بقى يعني السعوديه ليها فريق والاهلي له فريق يعني باذن الله يا استاذ ابراهيم. بس ناخد بقى بالاسباب يا جماعه، والله يا جماعه ناخد بالاسباب شويه. عايزين الكوره بتاعتنا سهل جدا تتطور زي ما الناس كلها بتطور، الناس كلها عماله تطور يا استاذ ابراهيم، واحنا عمالين بنخش في قضايا مخجله. صحيح. الاتحاد الدولي كل يوم والتاني يرد علينا ردود لو بنفسرها وبنحللها لازم نتكسف شويه. صحيح. احنا زي التلميذ اللي كل شويه يرفع ايده يسال نفس السؤال. بمناسبه الاتحاد الدولي، هو كمان اعلن عن نظام بطوله كاس العالم للانديه ابتداء من 2025. النظام هيتغير تماما. الفيفا قال في تقرير له انه ابتداء من بطوله 2025 البطوله هتقام في بمشاركه 32 نادي. ووزعهم، قال لك هيكون عبارة عن 12 مقعد لأوروبا، 4 مقاعد لأفريقيا، 4 لآسيا، 4 لأمريكا الشمالية، 6 مقاعد لأمريكا الجنوبية، ومقعد للأوقيانوس، ومقعد أيضا للبلد المستضيف. غالبا النسخة الأولى ممكن تقام في الولايات المتحدة الأمريكية، ده لم يعلن بعد، لكن بطولة 32 فريق الفيفا بيفكر إنها تقام كل 4 سنوات زي كاس العالم للمنتخبات. بس في الحاله دي محدش عارف الاربع اماكن لافريقيا هتبقى مين يا استاذ ابراهيم. 4 اماكن، انا عايز افهم التحدي كيف يفكر الاتحاد الدولي، كيف ينظر الاتحاد الدولي واهم مواهب الكره على مستوى العالم من افريقيا، وان افريقيا لما بتخش في المحافل الدوليه دلوقتي سواء على مستوى الانديه او على مستوى المنتخبات بتكون حاضره وبقوه وكده. 4 مقاعد من 32 دولة، لا ده حصة غير عادلة يعني. ومن امتى كانت المؤسسات الدولية عادلة في النظر لأفريقيا؟ نطلع لفاصل، وبعد الفاصل نشوف مقالي ومقاله.
اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي برغم ما في النظام الكروي المصري من عشوائيات يبقى الاهلي قادرا بقوه على المنافسه في المحافل القاريه والدوليه لانه يملك نظام هو ده اللي بيكفله هذا التطور وهذه القدره على النجاح. لكن هناك كلام كثير في الغربال. ايه الجديد؟ ايه الجديد في انه الدنيا كلها ماشيه على انه في سيستم خاص بالقيد والانتقالات وبيغلق الباب بتاعه عند الساعة 12 مساء 31 يناير يقفل القيد الشتوي. التي ام اس ده نظام عالمي الفيفا عمله علشان يدير حركة الانتقالات حول العالم بين كل الناس، وتجربة ثبت نجاحها وعملت نوع من الانضباط شوية. فجأة الاتحاد المصري لكرة القدم عنده ديون كتيرة، كل مجلس الجهاز المركزي للمحاسبات يسجل عليه ملاحظات انه في تقاعس في تحصيل الديون وصلت تقريبا ل 120 مليون. حد يقول لك ليه الانديه مديونه للاتحاد؟ الديون دي جايه منين؟ لانه نادي الزمالك لوحده عنده تقريبا 69 مليون وكسر ديون عليه للاتحاد. الديون دي جايه منين؟ جايه من ثلاث اربع نقط. النقطه الاولانيه، انت المفروض لما بتروح تسجل لعيبه جديده بتدفع رسوم، ورسوم مش قليلة يعني يقرب من مليون عن اللاعب. النقطة الثانية، النادي بيبيع حقوق البث بتاعت مباريات الدوري والمفروض يودي للاتحاد النسبة بتاعته تقريبا 15%، الزمالك ما بيوديش. غرامات بتفرض وعقوبات بتفرض على اللاعبين والمدربين والرؤساء الانديه، زي ما انتم بتتابعوا تغريم المدرب فلان الفلاني قد كده علشان ما حضرش المؤتمر، تغريم اللاعب فلان الفلاني وايقافه كذا، الغرامات ما بتتحصلش. كل بالاضافه طبعا للاشتراكات السنويه اللي بتدفع. مراكمه الديون وصلت لرقم كبير. اتحاد الكره لقى نفسه بيشحت، مش لاقي يقدر يسدد مرتبات مدربين وناس عنده. يعمل ايه؟ قال لك مفيش حد هيدفع هيسجل لعيبه جديده ويدخل على التي ام اس من غير ما يدفع 25% من الديون بتاعته، مش هنقول الفلوس كلها ويجدول الباقي. نظم ده وفرض ده على الجميع لدرجه انه نادي زي نادي اسوان الناس فعلا ظروفها الماديه صعبه جدا لانه طول الموسم راكب طيارات مسافر في كل حته. فريق على سفر باستمرار عنده فعلا مصاريف كتيرة، قدر يدبر أمره عشان يلحق يسجل لعبته. الأهلي أول من بادر بتسديد المطلوب منه. إذن الكل التزم والكل انضبط. مجلس إدارة الاتحاد شمر عن ساعديه وسيبني يا جدع، إيه قال لك محدش هيسجل إلا لما يدفع وعلى جثتنا. دخل في المشكلة بتاعة الساعات الأخيرة ل 31 يناير مع نادي الزمالك وحصل اللي حصل وشفتوا التفاصيل، والاتحاد قال لك ابدا مش هيحصل. هنا المفروض الامر بين وواضح وخضع لكل الانديه، 17 نادي التزموا باللي الاتحاد قاله. نادي الزمالك ما سددش، ما دفعش، ما سجلش، بقت الخناقه والمشكله. اتحاد الكره قال لنادي الزمالك من تحت لتحت روح للفيفا، فعمل نادي الزمالك مذكرة راح بيها للاتحاد الدولي اخبرنا وفتينا. الاتحاد المصري مرت عليه المذكرة وقال وجهة نظره هو اخر في الرواية اللي قالها. الفيفا النهاردة رد هذا شأن داخلي، ده جواب الفيفا. والجزء الثاني المهم جدا والجملة المفصلية في الموضوع، وعليكم التأكد من اتخاذ النادي المذكور الإجراءات القانونية السليمة لعملية القيد. هو ده مربط الفرس. أنا بقول لكم دي حاجة داخلية، أهل مكة أدرى بشعابها، لكن
اتاكدوا. سألني ليه؟ اتاكدوا، ده المهم، اتاكدوا انه النادي المذكور اتخذ الاجراءات الاداريه السليمه للقيد. هنا ايه هي الاجراءات السليمه للقيد؟ عشان يكون من حقه يسجل دلوقتي ولا لا؟ رقم واحد انه بيراجع ويعتمد العقد من المنطقه التابعه اللي هي منطقه الجيزه. اذا انت بتبدا بمراجعه وتوثيق في المنطقه. بتبدا رقم الخطوه الثانيه توثيق العقد في الاتحاد. الخطوه الثالثه تسديد الرسوم المستحقه. تسديد الرسوم المستحقه. لو عملت الثلاث خطوات بتسجل. هنا القضيه مش قضيه المديونيه والديون ودفع كام وما دفعش كام. لانه بمجرد ما الجواب جه اتحاد الكوره قام مسرب للاعلام جمله انه نادي الزمالك النهارده دفع جزء من الشيكات، جزء من المديونات اللي عليه بشيكات مستحقه الدفع وهيجدول الباقي. طيب يعني الجزء اللي اتسدد ده 25%؟ ايا كان هي، لا يعني مش ايا كان، هو قال انا سدد البدايه سدد 25% زي بقيه الانديه. هو حتى الان مفيش حاجه اتقالت من الاتحاد الرقم اللي جاله كام، بس دي تشريبه. ماشي. اللي اتقال على الاتحاد ايه بقى؟ تلقى الاتحاد المصري لكره القدم الرد الخاص بالاستفسار عن صحه اجراءات قيد لاعبي نادي الزمالك خلال فتره القيد الشتويه الاخيره، وجاء الرد من الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا بانه شان داخلي. وعلى الاتحاد المصري لكرة القدم، دي الجملة اللي أنا بقول لكم مفصلية، على الاتحاد المصري لكرة القدم مسؤولية التأكد من اتخاذ النادي الإجراءات الضرورية قبل غلق القيد. قبل غلق القيد أنت عملت الإجراءات دي ولا لا؟ وبناء على ذلك والطلب المقدم من نادي الزمالك للجنة التظلمات جاري إحالة الأمر إلى اللجنة برئاسة المستشار عادل الشربجي للفحص والرد. هنا يا جماعه المشكله الكبيره في ثلاث نقط. الفيفا باشمهندس قال لهم على الاتحاد مسؤوليه التاكد ان الاجراءات تمت ولا لا. لو الزمالك وثق العقود في المده القانونيه يطلع ورقه التوثيق اللي هي قبل 31 يناير 12 بالليل. دي الاجراءات اللي الفيفا بيتكلم عليها. انت وثقت، وريني العقد الموثق وتاريخه. انت سددت الرسوم، وريني ايصال السداد. هي دي صحه المستندات. هو ده اللي يخلق تكافؤ الفرص والعداله بين الانديه. بس انا عايز اتوقف على الناحيه الشكليه هنا يا استاذ ابراهيم. هو مين المتضرر؟ متضرر من في الموقف ده؟ نادي الزمالك. نادي الزمالك. مين اللي راح للجنه الانضباط؟ اتحاد الكوره والزمالك. لا الزمالك يروح، لكن انا اروح انا كاتحاد كوره؟ اولا دي نقطه قانونيه عايزين نوضحها. لجنه التظلمات في الاتحاد برئاسه المستشار عادل الشربجي هي لجنه مختصه في الفصل في التظلمات اللي بترد اليها ضد قرارات صادره عن اللجان العامله في الاتحاد. يعني لجنه شؤون اللاعبين خدت قرار النادي مش عاجبه يروح للجنه التظلمات، لجنة المسابقات أوقفت لاعب مش عاجبه يروح لجنة التظلمات، لجنة الحكام خدت قرار مش عاجبك روح للجنة التظلمات، لجنة القطاعات، أي لجنة داخل الاتحاد يفصل فيما بينها وبين الأطراف المعنية لجنة التظلمات. لجنة التظلمات لا يمكن تفصل ما بين مجلس الإدارة والنادي. ده كلام غلط جدا. الهيد بتاع الاتحاد هو مجلس إدارة الاتحاد. مين اللي أخد قرار عدم القيد؟ مين اللي خد قرار عدم القيد يا باشمهندس؟ مجلس اداره الاتحاد. ما عشان كده بقول لك المتضرر هو اللي يروح. مجلس اداره الاتحاد هو اللي خد القرار بعدم القيد. مش لجنه شؤون اللاعبين. يعني ما ينفعش تلجا للجنه التظلمات ضد مجلس الاداره. ده كلام مش صح وفقا للائحه الاتحاد. لجنه التظلمات مش ده اختصاصها. مش اختصاصها انها تنظر، لانه مش إنما معقوله هتلغي قرار مجلس اداره. يا استاذ ابراهيم ده هو احال نفسه اليها. ما هو دي النقطه الثانيه. انت رايح لجنة التظلمات ليه؟ انت رأس الحكم في الجبلية، ما يلغيش قرارك الا مجلس ادارة مش لجنة. لجنة التظلمات تحسم العلاقة بين اللجان المختصة في الاتحاد. لو جاء
ان لجنه التظلمات قالت قرار غلط، اتحاد الكره ده ينفع يقعد في مكانه يوم؟ ما حكمت قراره انك انت اتخذت قرار يخالف القانون، هل ينفع ان اتحاد الكوره يتخذ قرار يخالف القانون؟ لا طبعا. طيب ايه الحساب؟ ولا حاجه. طيب ما يعني احنا عمالين كره التلج عماله تكبر يا استاذ ابراهيم، تكبر ازاي؟ ان احنا عمالين ندحرجها، احنا ما بنفتتش كره التلج، احنا عمالين ندحرجها وهي نازله عماله تكبر. هتاكل اللي في سكتها، ما بنحلش. احنا ولا مره نطبق نظام ما كنتش متاكد انك هتطبقه، ما تاخدوش. ما انت حاولت تاخده، هذا شيء محمود. اللي مش محمود انك عمال تدور على حد يخرجك من مشكله هي مش مشكله، هي مشكله نظام. طيب رب قائل الاهلي ماله؟ لا الاهلي ماله، الاهلي ماله والاسماعيلي ماله والاتحاد ماله واسوان الغلبان ماله. ليه؟ اولا احنا اعضاء مسابقه واحده، انت جيت في يناير وقلت لي هتدفع مبلغ كذا مش هتسجل. انا كنادي الفلوس اللي كان ممكن اروح اشتري بيها لعيب وجهتها لرسوم القيد، دفعت رسوم القيد المستحقه عليا، وكمان دفعت لك ال 25% من المديونيه اللي انت طالبت بيها. اذا النادي اللي صرف جزء من مستحقاته في توقيت معين كان ممكن يوجهه لتدعيم صفوفه في الاتجاه ده. ما انطبق على الاهلي ونفذوا اسوان وكل الانديه لازم أن يطبق على الزمالك وعلى الاسماعيلي وعلى المحله وعلى كل الانديه. وانا اللي يدهشني يا استاذ هو ده مبدا العداله. ماذا لو سيبك بقى، النادي الاهلي التزم ودفع، التجربه دي ممكن تقوده فيما بعد انه مش هيلتزم ومش هيدفع، وده مش هينفذ القرار. انت هتحدد ميعاد مش هيلتزم بيه، حطيت نظام. طيب ماذا لو كان الاهلي هو اللي في هذه الورطه؟ ماذا كان هتبقى ردود افعال اولا الراي العام والاعلام هيقول ايه اللي مخلي النادي الاهلي يروح في اخر ثانيه؟ هو انت يعني على راسك ريشه ليه مش عايز تدفع اللي عليك؟ هو انت عايز الدنيا تتغير لك ليه؟ هو مش ده اللي كان هيحصل؟ مش هو ده الكلام اللي لازم يتقال لاي واحد مش عايز يلتزم بالنظام؟ لان في عدم عداله زي ما انت قلت. ما هو وهنا ناتي الى النظام المالي السليم، الشفافيه، الفير بلاي، اللي اتحاد الكوره وكانه ما سمعش عن هذا الكلام يعني. لا يطبقه في اي مجال. لا يطبقه، ولذلك انت لا تامن ان يجي عقد لاعب يتسجل امتى ويبقى عقد غلط وبعد النتيجه اهي، والفيفا تسالك تقول له لا ده كل حاجه تمام. الفيفا اهي يا عم، الفيفا لو دخلت وحققت في تفاصيل كثيره هتكتشف امور الله اعلم بيها. بس هتاخد ايه اكتر من انها تعين لك لجنه تقعد عندك 3 سنين؟ فاول ما تيجي انت بالانتخاب مش عايز تمشي صح ليه؟ مش عايز، ولا اللجنه ماشيه صح، ولا المنتخب ماشي صح، ولا حد شغله سمعه الكره المصريه، ولا نظامها، ولا ان احنا شايفين كل ابتدى يتجاوزنا حجم الاشقاء اللي عمالين يتجاوزونا نتيجه النظام مش اكتر من كده. بالظبط. واحنا لو حطينا نظام ده احنا 70 مليون غاوي كوره. يعني انا مش بتكلم على تعداد الشعب، يعني مفيش اب دلوقتي ما يتمناش ان ابنه يطلع. ولذلك الدوله عماله تصرف قد ايه على الاكاديميات؟ الوزاره عامله مشروع، مش عارف استادات عامل ايه. هتبص تلاقي شبكه من الاكاديميات بتغطي مصر كلها. طب الشبكه دي مصيرها ايه؟ هتحط لها نظام شكله ايه؟ مين اللي هيستفيد منها؟ كل دي اسئله ما حدش بيجاوب عليها. مين صاحب البضاعه؟ مصيرها ازاي؟ ما هو انت يعني 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 الامكانيات اللامحدوده ماشي، خلي الناس تلعب وخلي الناس توسع القاعده وخلي ده كل ده بس حط نظام بقى لكل شيء يبقى شفاف، عشان اللي عايز يشتري مثلا لعيب من التجربة دي هيبقى متاح، بس ادفع كذا لانه عنصر محترف، ادفع كذا ورغبة اللاعب، ادفع كذا ورغبة اللاعب، ادفع كذا ورغبة اللاعب من دلوقتي. مش نبص نلاقي بهدوء كده الدنيا دي اتسرسبت
وتوزعت المواهب بإنفاق يعني مهول مغطي مصر كلها، وبعدين ما نعرفش مين اللي هيستفيد من التجارب دي. مليون علامة استفهام يا أستاذ إبراهيم، محتاجة إجابات بسيطة ونظام بسيط من دلوقتي نتلافى به علامات استفهام وكلمة اشمعنى. اتحاد الكرة كان قرر إنه عامل جهاز رصد إعلامي يتابع كل التجاوزات اللي بتحصل، ده توجه ماشي إيجابي، بس يا ريت برضو في جانب احترام هذا الرصد يبقى في قدر من الشفافية، إنه أزمة زي ديت بين كل الأندية أطلع أقول نادي الزمالك اتخذ الإجراءات السليمة زي ما الفيفا قال لي، الدليل إيه؟ أدي تاريخ العقد الموثق بس، أدي إيصالات السداد في الميعاد القانوني، مش إيصالات بعد إذنكم، مش المديونية، المديونية ده جانب إجرائي تم إقراره، لكن رسوم القيد، رسوم القيد اللي النادي ألزم بيها أو كل الأندية ملزمة بيها، هل تم سدادها في الميعاد القانوني قبل غلق باب القيد ولا لا؟ زي ما الفيفا قال في جوابه، لأنه أنت لما هتغطي على ده وتزقها بالعصاية وتعديها، ولجنة التظلمات اللي المفروض أصلا مش اختصاصها نظر الموضوع خالص، وإلا لأنه نادي الزمالك يلجأ لها ضد مجلس إدارة الاتحاد. طب هو في لجنة لشؤون اللاعبين في الاتحاد؟ هي عملية القيد دي كان مين اللي بينظمها؟ هي دي مسؤولية من أيام حرب الدشوري والمهندس شريف خشب الله يرحمه وغيره وغيره، من اللي تولوا لجنة شؤون اللاعبين؟ هي المسؤولة. طب هي إذا كان الاتحاد ما فيهوش لجنة لشؤون اللاعبين، مين الجهة المختصة بتنظيم القيد؟ الدكتور ولا الأستاذ وليد العطار؟ لو سألت على أي حاجة في الاتحاد مين بيعملها؟ الأستاذ وليد العطار. يا جماعة ده مش عمل مؤسسي، صدقوني ده مش عمل مؤسسي في اتحاد فات عليه اكتر من 100 سنة. انت لو عندك لجنة لشؤون اللاعبين، دور الرابطة في مراقبة هذه الامور ايه؟ الرابطة ملهاش دعوة، ملهاش، بس مش القيد في الاتحاد، القيد حبيبي القيد في الاتحاد بس النظام العام لنجاح المسابقة مش تراقب وتقول لنا ايه اللي يعني بنراقب وشايفين كذا كذا. هو تحقيق العدالة بين الاندية دي ما يهمهاش؟ لا، انت لسه بنقول النظام كان معمول هنا ومعمول هنا، وعايزين نعمل نظام، عايزين نعمل نظام في لحظة ما نتيجة تطبيق هذا النظام يدار النادي الاهلي، اللي ما مشيش على النظام هنسكت ولا هنتكلم؟ لا هنسكت عشان في نظام. صحيح. هيقول لي هو انت هنا بقى يتقال على راسك ريشة ولا مش تطبق على فلان وفلان وفلان؟ طب انا بقى لو انا ارتكبت غلط وتيجي تقول لي هقول لك لا ما تطبقش لا على فلان ولا على فلان ولا على فلان، اشمعنى انا؟ ده كل دول على راسهم ريش الا انا. ايوه. هذا امر لا يترك بالشكل ده ابدا يا استاذ ابراهيم. طيب برضو في ذكر الشان الاعلامي، لانه انا بقول لكم خلاص موضوع القيد هينتهي، لجنه التظلمات هتطلع قرار انه ما نعرفش عندك العيب؟ لا ما نعرفش، سيب اللجنه. طيب. عشان ما نصادرش عليها، ساعة ما يطلع بقى نقول عشان كده حولوه. ما تصادرش، بس أنا صادرت. طيب، أستاذ حسن المستكاوي في كلامه بقى على المشهد الإعلامي اللي أنا بقول لكم عليه في مقالته في الشروق، بيتكلم على القانون في المشهد الرياضي، نفس اللي إحنا بنتكلم منه وبنشتكي منه، قال لك ما أعرفش كم مرة تناولت ال 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 الخط تناولت موضوع التجاوزات الإعلامية الرياضية، ولكنني أفعل ذلك منذ سنوات طويلة بالكتابة بالحديث، وبيقول إن احنا لم يحدث أي شيء بل ارتفعت درجات التهريج، ودخل الساحة بعض المهرجين الذين يمارسون تسلية المشاهدين بكلام تافه وبكرة النار والاحتقان وبكلام لا يحمل أي محتوى ولا يحمل كلمة حق ولا يحمل رأيا فنيا حقيقيا. لذلك اخترت من سنوات الاهتمام بالرياضة وقيمها وبهجتها والابتعاد تماما عن معارك ليس فيها فرسان. ده كلام حسن المستكاوي عن غيبة القانون عن المشهد الرياضي. محمد شبانة في رأي له عن الأهلي انتقل من مرحلة الرهبة من مواجهة الكبار إلى مرحلة الرغبة في الفوز على أي فريق. هي ديت فكرة إن النادي الأهلي يا جماعة إزاي بيقدر بيطور أفكاره وبيطور أحلامه. نشوف محمد شبان. الاهلي انتقل من مرحله الرهبه من مواجهه الفرق الكبيره على مستوى العالم
العالم لمرحلة الرغبة في الفوز دائما قدام أي فريق. والانطباع اللي جالنا ان كولر نجح ان هو يرص لعبته في الملعب بشكل رائع جدا. دي نمرة واحد. يعني انت تحس وانت بتتفرج على النادي الاهلي ان في انتشار في الملعب رائع جدا، وفي سرعة في الاداء رائعة جدا، وفي جمل تكتيكية بتحصل، وفي نوع من الانسجام موجود بين الفرقة وبين اللعيبة، والناس قريبة جدا من بعض، وفي تفاهم كبير جدا، وفي جبهات يمين وشمال، وفي انطلاقات من تحت، وفي سروهات بتتلعب في ظهر المدافعين، وفي شغل بيحصل في الملعب، وانتشار قوي جدا ورائع جدا، وانضباط في نص الملعب. فبقيت انت تواجه الفرقه الكبيره ومش قلقان، وده من الايجابيات اللي هتنعكس على الاهلي ايجابا في المرحله اللي جايه اللي فيها افريقيا وفيها الدوري وفيها الكاس وفيها تراكم وعدد كبير جدا من المباريات. انطباع في صالح النادي الاهلي نتيجه اداء النادي الاهلي، نتيجه التوجه وفلسفه الاداء قدام النادي الاهلي. ولولا بعض الاخطاء اللي هي غير متوقعه من اصحاب حق على الاقل، اصحاب الاخطاء دول مش دول اللي كان متوقع يجي بينهم اخطاء، وفي لحظات حرجه جدا، بالاضافه الى بعد كده الخطا الله اعلم بيه بتاع مصطفى، اخطاء مصطفى غربال في المباراه النهائيه، كان ممكن الاهلي فعلا يكون حقق ما كنا نتمناه جميعا. وريال مدريد اللي بيقول لك هو الاهلي ريال مدريد كان ناقص وما كانش بيلعب بالباور ايه ده، للدقيقه 92 كان ممكن ريال مدريد ما يكسبش يعني. ده كان كل ما في الغربال، لكن بعد الفاصل نشوف مين بقى يتمسك من عظمه لسانه. ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي زي ما قال سياده السفير هاني صلاح سفير مصر في الخرطوم انه الاهلي سفير رائع للرياضه المصريه. وقال سياده السفير ما شاء الله ايه الالتزام والانضباط والمظهر الحضاري والترتيب الدقيق جدا بشكل يمثل مصر بجد. هنا ما تخافش على الاهلي طول ما الاهلي حريص كل الحرص على صوره وطنه في الخارج. بيسهل الدور الدبلوماسي وبيكمله بره. الحقيقه في كل مره يذهب الاهلي تجد الاشاده بالطريقه دي. تجد الاشاده بالاهلي بالطريقه دي زي ما كان في المغرب، كان كمان في السودان، ولكن تبقى ضربه البدايه. مقالي ومقالوا كيف يستقيم الظل والعود أعوج. لو جينا في الشمس وحطينا أي عود عدل لازم الظل بتاعه هيكون عدل. فالبيت مقصود بيه إزاي أنت حاطط عود أعوج وعايز الظل بتاعه يكون عدل، دي خلاصتها. لكن قول لي وإحنا بنرتب لده أنت اخترت ده ليه التعبير ده؟ العنوان والتعبير ده أنا استوحيته أنت بتكلمني من انك انت كنت عايز تستعرض التجربه المغربيه وروابط الانديه. لما كنا هناك كنا حريصين ان احنا نسال عملتوا ايه عشان يحصل هذا التطور، يعني التنظيم والاداري واللي عقبه تفوق فني يعني. ايوه وعندك حاجه هتشرحها لنا ضروري. فرجعت انا للحال بتاعنا، كل يوم والتاني مشكله تضحك، كل يوم والتاني نروح لبابا الفيفا نساله سؤال يقول لك يا ابني ما انت ده شأنك، يا حبيبي ما قلنا لك، يا ابني ارجع لجواباتنا، يا سيدي عايز تستخبى في اي قرار بسيط تنظيمي، مش عارف تاخد قرار، خايف من حاجات تنظيميه لو خدتها الناس هتسقف لك، يمكن تتهاجم شويه في الاول لكن لو رسخت النظام كله هيلتزم بيه. احنا خايفين نرسخ النظام الكره عندنا يا استاذ ابراهيم. النهارده مشكله زي بتاعه القيد بتاعه نادي الزمالك، ما انت لو قيدتهم الاول ما كانش حد خد باله من اي حاجه وخلصنا هيمر زي كل المرات. لكن انت حبيت تبين ان انت عايز تمشي بنظام وفجاه لقيت ان انت مش قد القرار ده، بعت للفيفا. ليه بعت للفيفا؟ ده قرارك كنت عارف انت تدافع عنه ازاي. ايه بعت للفيفا؟ كنت عايز نفسك الفيفا تقول لك لا ايد، ما قالتلكش ايد، قالت لك ما انت عندك النظام ما تطبقه، ما تخالفش قواعدنا واعمل اللي انت عايزه.
تقوم تحيل الامر او يتم تسريب انه سيحال الامر الى لجنه الانضباط. ليه دايما عايز تستخبى في حد تاني؟ ليه دايما قرارك عايز يكون من حد تاني؟ فانا ده اللي الفكره جات لي وانت بتكلمني وقلت لك بيت الشعر عجبك خدت عنوان اعمل لك ايه؟ ده كلام مهم جدا، لكن المهندس عدلي بيشير الى التجربه المغربيه. والتجربه المغربيه انا يمكن مستعرضها في مقاله في الاخبار النهارده. هقول لحضراتكم واحنا هناك قعدنا مع كان معانا الصديق المصري عزيز عبد العظيم مدرب مصري محلل شغال في الكره السودانيه الكره المغربيه. فبترتيبة قعدت انا وهو والمهندس عدلي مع السيد عبد السلام اقشور رئيس عصبه رابطه الانديه المحترفه او عصبه الانديه المغربيه المحترفه. انا شفت ان هي دي تجربه، واحنا بنتكلم هنا على السبب او الظروف اللي المغرب وصلت فيها النهضه الكرويه للمستوى ده. ايه اللي خلاكوا فجاه بقيتوا على السطح بالقوه الشديده دي؟ هي نقط كتيرة جدا لو احنا عايزين نتطور وعايزين نتغير وعايزين نحسن من وضع الكرة بتاعتنا لازم نبص للتجربة المغربية ديت بتأمل شوية، ومش عيب مش عيب ان احنا نشوف الناس اللي وصلت لدرجة ان منتخبها يبقى رابع العالم يلعب سيمي فاينال كاس العالم، وانه تطلع عدد كبير من النجوم الموهوبين، وانك انت تلاقي الاندية بتاعتها عندها هذا التفوق. محدش بيناطح الاهلي في نهائيات دوري الأبطال في السنين الأخيرة أكتر من الوداد، ضيف دائم على الفاينل. ده ليه؟ إيه اللي خلى الكرة المغربية فجأة تتطور وتستضيف كل ما الأحداث دي؟ ما تعكس وتقول محدش بيناطح التفوق الإفريقي وخصوصا في الشمال الإفريقي وتحديدا في المغرب غير النادي الأهلي، وكأن الأهلي يعمل في فقاعة نظامية عازل نفسه عن كل ومش قادر العشوائيه اللي حواليه، وبيحاول والجميع يريد ان يجذبه الى الى حاجه غير نظاميه. فاحنا عايزين بس يا جماعه والله حتى النظام لو مش عادل وتطبق بعدل، يعني ايه بعدل؟ مسطره واحده برضه هيبقى مقبول. شوفوا يا جماعه التجربه المغربيه ببساطه، احنا اتقال نعمل رابطه فعملنا رابطه اللي هي بيرأسها النائب احمد دياب، بس فيها من العوار الحاجات اللي تضحك. انا لما يعني التجربه المصريه انتوا عارفينها، هقول لكم التجربه المغربيه وشوفوا الانضباط الشديد اللي ماشي فيه. كل واحد عايز يترشح رئيس للرابطه، اولا الدوري الممتاز المغربي 16 فريق، الدوري القسم الثاني 16 فريق، الاثنين محترفين فالاثنين مرتبطين ببعض ارتباط وثيق، لانك في فرق محترفه هتنزل للدرجه الثانيه وفي فرق من الدرجه الثانيه هتصعد للدرجه الاولى، فالاثنين دول مسابقتين محترفتين بتطبق عليهم كل لوائح الاحتراف. اللي هي ايه بقى؟ رقم واحد العناصر المشتركه. مفيش مدرب بيشتغل في الدوري سواء في الممتاز او الدرجه الثانيه الا مؤهل وواخد الرخص الكافيه. طيب المدربين معمول لهم رابطه لوحدهم زي الجمعيه، زي جمعيه اللاعبين المحترفين عندهم جمعيه المدربين المحترفين بتشمل كل المدربين اللي واخدين هذا ممنوع المدرب يشتغل من غير هذه. مستحيل مدرب يشتغل في الدوري المحترف في الدرجه الاولى او الثانيه وما معهوش رخصه وعضو في هذه الجمعيه. ده عنصر المدربين، اهلوه بشكل كويس، حطوا له ضوابط. العقود اللي المدربين بيوقعوها مع الانديه بتتسلم للجمعيه عشان حق اي مدرب يجيبوه، مفيش حاجه اسمها يمشيه فجاه وما يديلوش حقه. الاسعار مش غاليه. اعلى مدرب عندهم مدرب وطني ما بيزيدش عن 20,000 دولار. الاجانب بتوعهم اللي بيجيبوهم 50-60,000 دولار. فالصرف محكم جدا. وارقامهم كلها خاضع للرقابة. ده بالنسبة للمدربين. بالنسبة للاعبين المحترفين، جمعية اللاعبين المحترفين مش زي كابتن مجدي عبد الغني واللي بيحصل فيها، لا. جمعية خاضعة جدا للرقابة
منضبطه جدا. كل لعيب محترف في الدوري القسم الاول او القسم الثاني عضو في الجمعيه ديت وبيدفع الرسوم بتاعته، والجمعيه مسؤوله عنه ومسؤوله عن ان هي تتابع مشاكله. طب ادي اللاعبين وادي المدربين. الحكام، الحكام اللي هم اهم عنصر عندنا، السلطه متنازعه بينها، جمال علام مسؤول عنهم ولا احمد دياب مسؤول عنهم، وفي اطراف اخرى هي اللي بتحركهم. لا، جمعيه الحكام المغاربه مستقله، لا ليها علاقه لا بالاتحاد ولا بالرابطه. امال ايه؟ عندها ميزانيتها المستقله من الدوله، وعندها مجلس اداره للجمعيه بينتخب من الحكام العاملين. كل حكم بينجح ويعتمد عضو في الجمعيه بينتخبوا مجلس منهم، زي ما اللعيبه المحترفين منتخبين مجلس، زي ما المدربين بينتخبوا مجلس للجمعيه بتاعتهم. وقفوا عند كده، يبقى صلحت المدرب، صلحت اللاعب، صلحت الحكم باستقلاليه تامه وبلوائح منضبطه جدا احترافيا. راحوا للطب الرياضي، بقول لكم ما سابوش حاجه. مش اي حد يشتغل طبيب في نادي ويشيل شنطه وينزل يعالج لاعب، لا. جمعيه الاطباء الرياضيين خضع ليه، كل حد بيشتغل في الطب الرياضي هيشتغل في الدوري المحترف الف او ب عضو في هذه الجمعيه وفقا للاشتراطات العلميه والدراسات بتاعته والتاهيل. يجي بقى حد عايز يترشح لمجلس اداره العصبه او الرابطه زي احمد دياب وعماد متعب والمجموعه اللي بتدير الرابطه المصريه. كل واحد بيدخل بقايمه. النائب احمد دياب عايز يدخل، يدخل بقايمه هو على راسها. الرابطه فيها كام واحد لو تفتكر؟ قال لك 13 واحد. مجلس الرابطه اللي هيدير الدوري الممتاز والدوري الدرجه الثانيه اللي هم الاثنين كلهم جايين من قايمه واحده. كلهم قايمه واحده فيها 13 واحد. ال 13 واحد دول مين؟ رئيس. يعني عبد السلام اقشور ده لما قعد معانا قال لك انا رئيس الرابطه. معايا 12 واحد تانيين اللي هم مين؟ ثلاثه بيمثلوا الدوري الممتاز. بصوا الانضباط، دوري الممتاز ال 16 نادي بينتخب منهم ثلاثه. وثلاثه من القسم الثاني زيه زي القسم الاول. لانه هيطلع له هينزل منه. طيب دول ثلاثه وثلاثه سته. اتحاد الكرة ممثل باثنين وينتخبوا. الاتحاد يرشح اثنين والاندية ال 16، مين اللي بينتخب؟ ال 32 نادي بينتخبوا يا القايمة دي يا القايمة دي يا القايمة دي، لو في ثلاث اربع قوائم. ما بس عشان في بتتنافس يبقوا فاهمين هم ما بيختار، ما فيش انتخابات على الثلاثة، الثلاثة دول بيختاروا ضمن قائمة والقائمة هي اللي بتختار. ايوه انت بتحط ثلاثة ممثلين للدوري الممتاز، ثلاثة ممثلين للقسم الثاني، اثنين من اتحاد الكرة، واحد ممثل للاعبين المحترفين، واحد ممثل للحكام، واحد ممثل للمدربين، وواحد ممثل للأطباء الرياضيين. أدي ال 13. أدي ال 13 واحد، 12 ورئيس. دول بيستلموا المسابقة فروم A تو زد. مغطيين كل جوانبها. دول بيعملوا إيه؟ هما اللي بيحطوا الجداول. هما اللي بيبيعوا بس المباريات، حقوق البث هما اللي بيبيعوها، وبيتولوا توزيع هذه العوائد بتاعه القسمين الاول والثاني على الانديه اللي شغاله وفقا لعناصر. العناصر ديت بتكفل العداله، بمعنى انت فيه القيمه التاريخيه، يعني نادي بيشارك في البطوله من اول ما بدات لغايه النهارده غير نادي لسه طالع. نادي بياخد اللقب كم مره؟ يعني الوداد واخد اللقب المغربي 22 مره. على فكره هو حاصل جمع الرجاء والجيش الملكي، يعني عنده 22 لقب في الدوري، الرجاء عنده 12 والجيش الملكي عنده 12. هو لوحده عنده ال 22. فانت مش هتدي الوداد زي اي فرقه صغيره، لا، عدد مرات فوزك بالبطوله يترجم الى فلوس في عوائد البث. الشعبيه. القيمه الشعبيه بتاعتك اللي عامله اثراء للمسابقه. ليها رقم كبير. انت بتفضل ماشي بالعناصر ديت وفي الاخر بتقول البطولات بتاعتك، حجم بطولاتك، حجم شعبيتك، تاريخك في المسابقه، اسهاماتك مع المنتخبات، كل ده بيترجم الى ارقام وفلوس. عشان كده بتتوزع بعداله
وعشان كده عندهم مسابقة منضبطة جدا جدا جدا. في لحظة ما كدنا نضع هذا النظام أيام الكابتن حسن حمدي، ها، وكان أعتقد الأستاذ ممدوح عباس موجود في الرابطة مع نادي الزمالك، وتوصلوا إلى كل العناصر اللي أنت بتقولها دي، ولكن فجأة فجأة تم التغيير لحسن حظ النادي الأهلي، قال لك كل واحد ودراعه، كل واحد يروح يسوق لوحده. انت بتتكلم على البيع البث بس. انا بتكلم على البث يعني. انا بقول لك ان كل ما تيجي يعني حتى النادي الاهلي كابتن حسن حمدي اللي عمال يقول لك الاهرام هو اللي كان متبني النظام ده، اللي كان مفترض هو اللي يتبنى ان كل نادي يبيع لوحده، فجات له يعني هو عشان لا الاهلي لما يطلب حاجه لا نعمل عكسه، فعملوا عكسه اللي هو جاي لمصلحه الاهلي. طيب هنا الرابطه بتتولى اداره المسابقه من كل حاجه، التحكيم، التدريب، اللاعبين، الاطباء، كل حاجه خاصه بالمسابقه اللي بيديرها مكتب الرابطه. احنا عندنا عملنا رابطه، اولا هي رابطه منفصله تماما على الاتحاد المغربي، يعني خدوا بالكم حاجه، عبد السلام اقشور ده رئيس الرابطه، مين رئيس الاتحاد الملكي او رئيس الجمعيه الملكيه المغربيه؟ السيد فوزي الاقجع. فوزي الاقجع هو عمود الخيمه بتاعه التجربه المغربيه، هو السياسه العامه بالظبط، هو راجل الامين العام للخزانه في المغرب، يعني بمثابه وزير الماليه هنا، فهو شخصيه نافذه جدا، بس شخصيه متحمسه لبلده، وشخصيه سعيه ان هي تخدم الكره المغربيه، وعنده فكر، عنده فكر وعنده باور وعنده امكانات وعنده توجه عام ان المغرب تستضيف كل الاحداث الرياضيه. بقول لكم المغرب لو لقت بطولة آسيا فاضية هتستضيفها، وهي أفريقية، هي ده توجه إنه عايز يستضيف أكبر عدد من البطولات. ده عامل إيه عنده؟ عامل سياحة رياضية غير طبيعية. يقول لكم المهندس عدلي إحنا كنا بنروح حتت، إيه سبب إنك أنت تودي مباراة الأهلي وفلامينجو للطنجة؟ الفنادق، الرباط على كثرة عدد فنادقها ما فيهاش مكان فاضي، قال لك تأهل أربع أندية مع بعض للدور الأدوار النهائية، خلى ليه جماهير ضخمة جدا، جماهير كتيرة. طب ما تيجي بس نقول برضو من البرازيل حاجة مهمة أستاذ إبراهيم. هو أنت قلت الدوري الدرجة الأولى كام والتانية كام؟ 16 و16 16 فريق اللي احنا مقتنعين إن ده الصح على الأقل، أو 14 ومش عارفين نعمله، حساباتنا كتير قوي، حساباتنا كتير قوي، مين يزعل ومين يتضايق ومين ومش عارف ايه ومصلحه مين ويجي لك مش عارف مين يتدخل لكن 16 يعني ايه؟ يعني 16 يعني 31 اسبوع. 30 اسبوع عندك وفره من الوقت تعمل ايه بقى؟ تستضيف احداث. يعني انت مصلحه الكره المصريه حتى من ناحيه التسويقيه، ها، انك انت فرقك تلعب زي زمان ماتشات وديه. الاهلي كان معروض عليه ماتش يجيب له نص مليون دولار، مش لاقيين له وقت، مش لاقيين له وقت. انت مطلوب تشارك في بطوله عربيه، مش بطوله وبعدين سوبر وبعدين، طيب اعمل لي مسابقتي على الاقل 14 فريق. ايه المشكله ان نيجي بقرار صارم كده 14 فريق؟ اولا هتخلي مسابقه اللي تحتيه قوية جدا جدا جدا. انت ما تخلي لما يبقى 14 و 18 يا سيدي، ها، في المسابقة اللي تحتيك، ده معناها ايه؟ ان 18 من نار هنا وهنا. وعلى فكرة الدوري الدرجة الثانية عندنا بقى قوي، بس في معظمه بيقضي وقت طويل جدا عشان يفرز القوة في نهاية المسابقة. انت عايز ترضي الناس بمسميات ممتاز. ممتاز يعني ايه؟ ممتاز الف وممتاز ب، يعني ايه المسمى العجيب ده اللي مش موجود في العالم كله؟ ده الدرجه الاولى والدرجه الثانيه. لا انت بتقول كده عشان الناس تنبسط، ما تزعلش. ممتاز، وادي عايز زفت، خد زفت على راي نجيب الريحان. ممتاز، ايه الممتاز اللي فيها؟ بنزل درجه ثانيه بزعل. طب ما تسميني الاولى والثانيه زي العالم كله، انما الدوري الممتاز ده يتهيألك ان انت لوحدك ما تفهمش ممتاز في ايه بالظبط. فاحنا مش مواجهين مشاكلنا الكرويه بصراحه، ومش مواجهينها بخطه. انت بتقول فوزي الاقجع بيعمل ايه؟ خطه، في عنده خطه،
خطة تتسق مع أهداف تراها الدولة مهمة في السياحة الرياضية، في المكانة الرياضية، كل ده، فبتقدر تعمل نهضة. وعلى فكرة هذه النهضة موجودة أيضا في إيه؟ موجودة في ألعاب القوة، موجودة في حاجات تانية. أي. لكن ممكن نقول لأوربوم من أوروبا، إحنا كنا موجودين في تطوان، بيقول لك أهي أسبانيا هي على بعد 14 كيلو ولا 20 كيلو ولا مش عارف إيه. يعني لو معاك مركب وبتأدف توصل. واخد بالك؟ ولذلك شعبية الأندية الإسبانية جوه طنجة وتطوان حاجة كاسحة. الامتزاج ده مع أوروبا عامل لهم جو، لكن إحنا برضو ما إحنا على فكرة لو عندنا وقت وعندنا مساحة من الوقت ما نطور علاقتنا. النهاردة الخليج كورته متطورة، أفريقيا كورتها متطورة، المواهب الأفريقية تثري العالم كله وتنافس على المراكز الأولى دائما في العالم. يعني خلاص تعالوا ناخد الأمور بجد شوية، مش نبعت للفيفا، والفيفا عارفين الرد اللي هيجينا عارفينه، وعمالين ندرس بس نكسب وقت. طب ما نبعت لجنة الانضباط. ايه لجنة مالها ومال الموضوع لجنة الانضباط؟ لجنة الانضباط يعني فيه في طرف غلطان على طول كده ولا ايه يعني؟ هنيجي للكلام ده، لكن هو ده النظام يا جماعة، هو ده النظام. انت ازاي عايز العود ظل يكون سليم وعدل وهو اعوج؟ ما الوضع اللي احنا فيه ده لازم أن يفرز كده، والتجربة المغربية دي لازم أن تفرز اللي انتوا شايفينهم. أسود الأطلس دول اللي بقوا مرابع العالم. النهاردة لما البرازيل عايزة تلعب ماتش ودي بتعرض تلعب مع المغرب. شوفوا الناس راحت لفين، شوفوا النمو والتطور اللي وصل للعيبة المغاربة وصلوا لفين. المدرجات، ما هو يعني انت عندك كل حاجة مكتملة في التجربة. احنا للاسف حتى لما بنيجي نعمل تجربه زي الرابطه بتاعتنا، اتفرجوا الرابطه بتاعتنا معموله ازاي، بتتحارب كمان، معموله ازاي، فين استقلاليتها، فين استقلاليتها، فين العناصر اللي انا قلت لكم عليها الممثله فيها. المجلس بتاع الرابطه ممثل من مين؟ النائب احمد دياب شخصيه هايله، يستحق يكون رقم رئيس للرابطه، يستحق يكون. لكن مين قال انه ينفع يكون ممثل لتسع انديه؟ ازاي يعني؟ ازاي انا هقعد اصوت بتسع اصوات؟ ازاي انا كشخص املك تسع اصوات لوحدي؟ فين المنطق حتى في المساله؟ بقول لكم لو هو داخل لوحده ممثل لنادي لوحده، عنده كفاءه تخليه ينفع يبقى رئيس للرابطه، بس يبقى ممثل لنادي واحد. لكن يمثل ثمان انديه او تسع انديه او بنظام القائمه، او ان انت تعمل تجربه زي التجربه المغربيه، انك كل عناصر المنظومه تبقى ممثله فيها. لما تبقى في مشكله للاعيبه المحترفين تبقى موجوده، مش كهربا يتضحك عليه ويتدلس عليه ويتزور عقده في الاتحاد. ما هو ده لاعب محترف، والجمعيه المحترفه المصريه ما تقفش مع كهربا، لكن تقف مع عبد الله السعيد نكايه في الاهلي. دي جمعيه محترفه المفروض، جمعيه اللاعبين المحترفين. ما هو ده لاعب وده لاعب، ده عنده مشكله وده عنده مشكله، واحد يتحارب وواحد يساند. لو في جمعيه للاعبين المحترفين بجد بتنتخب مجلس جمعيتها، كانت الجمعيه هتكون حريصه على مصالح كهربا وعبد الله وشيكابالا وكل اللعيبه بدون تفرقه، لانه المجلس بتاع الجمعيه ده منتخب من اللعيبه دول، مش مفروض عليهم بوضع اليد. حد قاعد على الكرسي ومش هيقوم. لجنه الحكام اللي مش عارفين لها راس من رجلين، مين اللي شغال ومين اللي بيدير ومين اللي هيجي ومين اللي هيروح ومين اللي بيعين ومين اللي بيتعين؟ ومفيش مره في انديه بعينها ليها حكام موجهين دائمين هم اللي بيروحوا لها. استاذ ابراهيم، انت مفيش مره ناخد قرار الا لما يبقى في علامه استفهام. انت كلاتنبرج جه حاول يظبط الاداء كويس، اتهاجم واتقال له كده هنمشيك علشان انت مش بتحقق مصالحنا وعشان ما بتردش علينا. قبل ما يمشي اتقال له كده على قناه المنافس، هنمشيك واحنا نقدر نمشيك. ومشي. طيب انت بتجيب بقى، انا اخشى بس ايه يبقى زي شغلانه الفار، عايز فار اجيب لك فار بس بمزاجي ويعمل اللي انا عايزه. طب انا النهارده رايح اجيب رئيس لجنه من البرتغال، ليه من البرتغال ليه؟
ليه؟ ما انت قلت عندك هو لازم يبقى في يعني النهارده لما مانو جوسيبي مر نادي الاهلي كان هيقبل ان يجي من البرتغال؟ كان برضه 100 واحد هيقول لك ليه من البرتغال؟ ما انت دلوقتي عندك راجل رجع فجأه بعد ما مشي رجع فجأه وبيكمل وجاي له واحد بلدياته يبقى رئيس لجنه. نتمنى طبعا ان تسود العلاقه تسود العداله شوية. ولكن انت حطيت نفسك في مرمى الارتياب. ليه؟ ليه؟ يعني حكم حبكت ما انت قلت فيه واحد اسباني واحد مش عارف ايه واحد ايه، ما تاخد واحد مره تجيب لي حاجه ما عليهاش علامات استفهام. لا مقبول انك تجيب لي واحد سويسري ها؟ ولا مقبول انك تجيب لي واحد برتغالي؟ لا روح جيب حد من ما انت قدامك ترشيحات كان. وبعدين انت عارف تجيب اهو، ما انت عارف تجيب اهو بمبالغ قليله، جبت بمبالغ كبيره ليه قبل كده؟ وعارف تقول ان انا عايز واحد متفرغ، جبت واحد غير متفرغ ليه؟ رغم ان الراجل يعني كان بيحاول يعمل حاجه يعني عدله. لكن مش عايزين بقى ايه كمان يتقالك ما احنا جبنا لكم مدير اجنبي، ونخش بقى في دايلمه اللغه ومش اللغه، هو بيفهم مين ومين اللي هيكلمه ومين اللي هيتفاهم معاه ومش عارف ايه. شغلانه شغلانه حطيت نفسك ويتقالك ايه اصل حازم امام المكلف. ليه حازم امام يكلف؟ ولما يكلف يروح يجيب واحد من البرتغال، ويكون قبليه عمال بيتهاجم بيتهاجم بيتهاجم. فيعني هي دي مصالحه ولا هتكون ايه؟ انا مش عارف يعني ايه القرارات اللي احنا لازم نبقى قاعدين قلقانين منها. ربما يكون كل حاجه تمشي صح، لكن انت قلقني. وفي حاجه دايما في القضايا يا استاذ ابراهيم، استشعار الحرج، اللي بيقول لك لو انت ماشي في الشارع وجارك جالك في قضيه وصبح عليك بتتنحى عشان شبهة أن يقال أنك تأثرت بالسلام اللي سلمه عليك ده، أو علاقتك بيه سلبا أو إيجابا. لو وحشة ممكن تتأثر، لو كويسة ممكن تتأثر. ولذلك القضاة اللي بيحترموا تاريخهم وبيحترموا برضو أن ما يتحطش علامات استفهام على قراراتهم بيتنحى، وبيديك القانون حق أنك ترد قاضي برضو يعني من ناحيتين. يعني وصل درجات التأمين في ولذلك يقول لك القضاء لا معقب على قراراته. ليه؟ لأن كل إجراءات الأمان والضمانة موجودة، إنه يتنحى، إنك ترده، وعندك أسبابك الموضوعية، والقانون بيكفل إنك تستأنف عليه. لكن لما تجي لي أنت في قرار أنت عمال بتاخده بناء على ضغوط مرة عليك ومرة ليك ومرة يتقال عليك مش عارف إيه ومرة يعني ليه؟ حازم امام انسان كويس، مؤكد انسان كويس، لكن انا بحطه في مأزق. وبعدين هو كمان لما يجي يختار يعني ما تبعد عن الحاجات اللي تزيد هذا المأزق. ربنا يستر على اللي جاي، ونتمنى كلنا نلعب بقى، مش عمالين نفكر في مليون حاجه. هو ليه عملت كده وليه عملت كده وليه عملت كده وليه عملت كده؟ وبعدين تيجي تشوف تحكيم، تسمع احتواء، بروتوكول، وبعدين يتحط لك حاجه مصر كلها تبقى شايفه حاجه ويطلع لك تعليق من جوه لجنه الحكام، لا ده كل القرارات سليمه بتاعت هو توقف علشان المداخله. ايه ده؟ ايه ده؟ يعني الناس كلها خلاص تستعمى عينيها وهتصدق ان انت. وبعدين يبتدي بقى التبرير، اصل شوفوا الكوره لما اتخبطت راحت فين اتجاه؟ يعني ايه فين اتجاه؟ يعني ايه فين اتجاه؟ ما ممكن انا ما اضرب الكوره تيجي في رجلك، بس انا اللي ضاربها. يعني فاهم ازاي؟ انا هنخش بقى في هو الفار بيستدعي الناس ليه؟ ولا ما بقيناش فاهمين ايه دور الفار. وبعدين بره يقول لك لا مش هنقول الفار، ممنوع نقول ايه اللي دار في غرفه الفار عشان ما نفشحش نفسنا فتوحه. ونروح كاس العالم للانديه قرار بيتاخده مره واحده نلاقي الحكم مستني، اتاريهم بيعلنوا القرار بالميكروفون للجمهور، الحكم هياخد القرار بناء على ايه؟ فما تجيش تقول لي لا ما اقدرش. الشفافيه ما تجيش تقول لي انت بقى لما اطلب منك ايه اللي دار ما تقوليش لا عشان ما افتحش الفتوح. قدس الاقداس، ما تعمل يا اخي دورك اللي غيرك بيعمله وبيطمن الناس وانت مش عارف تطمن حد خالص. العود لو مش هو عدل الظل لا يمكن يتعدل. ده كلام مهم جدا. خلاصة هذه المسألة
دي تجارب فيها انضباط، فيها احترافية، فيها كوادر مؤهلة ومدربة ومحترفة بجد، في ناس عايزة تشتغل، انت عارف يا استاذ ابراهيم، في شفافية مطلقة. احنا مش يعني احنا عمالين اهو بناخد وندي مع بعض. اه انت عارف ازاي الناس برضو رغم كل العشوائية اللي احنا فيها شايلة هم الكورة المصرية؟ طبعا حجم الإقبال على الاحتراف من شمال المغرب، الجزائر والمغرب وتونس على الدوري المصري عامل ازاي؟ كبير كبير، وبيجيجوا وبينجحوا وبيتألقوا. ليه؟ لأن انت بتدفع فلوس أكتر، انت بتدفع فلوس أكتر. أيوه والحرارة بتاعت وعدد الجماهير المتابعة عندك، ما عندكش جمهور، ما تفهمني، ما عندكش جمهور في الملاعب. مش يا أستاذ إبراهيم، أنت ما تاخدنيش في سكة تفاصيل. أنا بكلمك على الإحساس. أنا لما أكون محترف في مصر، ها، عارف إن في 70 80 مليون واحد بيتابعوا الكرة المصرية، اجي سهران، اجي نازل الشارع، اجي بشعر بالحب، بشعر بالتفاعل. اي طبعا، زي ما هو دي احنا بنكبل نفسنا بنفسنا. مفيش جمهور ليه؟ مفيش جمهور، الجمهور في كل حته ماشي. دي قضيه ثانيه برضه. ونيجي نلعب منتخبات نلاقي جمهور مره واحده نتخض. حتى التحكيم صفارته في ملعب فاضي غير صفارته في ملعب فيه جماهير. وانت ليه بتحرم كل نادي من حجمه الطبيعي في الشارع الكروي؟ يعني ازاي؟ يعني الفكره كلها اداره غير عادله للكره المصريه. دي المشكله الكبيره، لانه كمان بره في التجارب اللي احنا بنقول لكم عليها كل الانفاق تحت الرقابه. والموقف المالي والملامه الماليه كلها خاضعه للرقابه والشفافيه، مفيش حد بيحط قرش مش معلن، مفيش نادي عنده ميزانيه مش معلومه، مفيش جهه زي الحكام حد بيديها فلوس الا الدوله. نسب بتستقطع من حاجات تروح للجنه الحكام. ما يصحش الحكم ياخد من نادي ابدا. فلا نادي بيدفع لحكم ولا كمان مدربين، حكم نادي بيمشيه عشان يروح للحته الفلانيه. يا جماعه الفوضى اللي احنا فيها دي مش موجوده في اي مكان. ده النادي الاهلي اللي بيعمله ده نتاج حاله شخصيه منفصله. الاهلي محوط على نفسه وبيحاول فقاعه اداريه. بيحاول يتماشى مع الاليات اللي تسمح له انه يتفوق، علشان من زمان ارث. ولذلك دايما اقول لاولادنا حبوه كما وجدتموه، اوعوا حد يغيره، اوعوا حد يتصور ان ده تطور. التطور في التفاصيل، لكن القيم والاطار العام والاستراتيجي والسياسه والسيستم لا. طالما انه ناجح كملوا فيه. دائما انا حريص ومتحيز جدا لنظام النادي الاهلي، وان احنا نتناقله امانتنا ننقله للي بعدينا كما وجدناه، وحقق النادي الاهلي بكل اللي بيتقال عليه. في طموحات عماله تكبر، وبقت المطالب بحجم النادي الاهلي. ما بقاش كفايه انك تروح كاس العالم، ما بقاش كفايه انك تاخد تالت العالم، ما بقاش كفايه انك تؤدي بشكل محترم. عايزين عايزين عايزين، ماشي، لكن في كل الاحوال لازم تعرف ان ده نجاح. اللي انت بتعمله ده نجاح مبهر، مبهر، غيرك منبهر بيه. مش مكفيك انت نتيجه طموحاتنا اللي عماله تتنامى، وهي طموحات مشروعه يعني. لكن مش معنى عدم تحقيق كل شيء ان كل شيء يبقى يعني هو يا نجاح فشل. في درجات. كان ممكن نوصل ابعد من اللي احنا عملناه. طبعا كان ممكن، اخطاء حصلت، اخطاء نتلافاها ونمشي، لكن انت كان العالم يحترمك يا استاذ ابراهيم. اذا ما نبني يا جماعه، نبني نشوف ناشئيننا دول اللي مش عارفين نعمل فيهم ايه. ما بنحققش حاجه يا استاذ ابراهيم في مسابقات الناشئين. لو انت عندك ضوابط وقواعد مستقره ومنضبطه زي كده، اتحاد الكره ده هيتفرغ للناشئين، هيتفرغ ازاي يعد ناشئين كويسين، ازاي ينمي اللعبه، ازاي كمان يدعم المنتخبات الوطنيه. كمان انت لما بتطبق النظام استاذ ابراهيم بيطلع لك لعيب منضبط، لكن لما تجد كل انحراف حد بيدافع عنه ويغير حقيقته ويبرره ويقعد عشان لمجرد ان احنا نطلق على لاعبتنا من الالفاظ اللي يرفعوهم السماء، وبعدين اما نزعل منهم نهبط بيهم. مفيش مصادر كده واقعيه للامور. احنا عايشين حاله من الصخب العاطفي والنظام العشوائي. نظام عشوائي، ها؟ ما هو يعني هو لما الغرب حب يدغدغ المنطقه قال لك ايه؟ الفوضى الخلاقه. خلاقه ليهم، انما هي فوضى عندنا. خناقه لينا.
خلاقه ليهم وخناقه لينا. هنطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. لسه اصداء كاس العالم ومشاركه الاهلي ومباريات مباراته مع ريال مدريد ليها اصداء. ميدو في برنامجه في قناه المحور عمل مداخله مع كاريمبو نجم فرنسا وريال مدريد عشان يساله هو ريال مدريد كان بيلعب فول باور يعني ضد الاهلي ولا كان موفر جهده. نشوف كاريمبو. لما كنت اشاهد الاهلي كان يؤدي بديناميكية جيدة قبل البطولة، كان هزم نادي الزمالك وهو متصدر للدوري، وبالتالي كان عنده الثقة أنه يشارك في البطولة بشكل جيد وانتصر في مباراتين في البطولة أمام سياتل وأوكلاند بثقة. بالطبع كان بيؤدي بثقة أمام ريال مدريد بعد كل النتائج دي. كريستيان، يعني لغاية الدقائق الأخيرة من المباراة النتيجة كانت قريبة جدا، ولكن يعني ريال مدريد هل انت شايف ان هم كانوا يعني بيلعبوا بمجهود قليل، بيلعبوا باقل مجهود استعدادا للمباراه في الفاينل؟ لا لا، على الاطلاق. الاهلي لعب بشكل جيد جدا، كان في صعوبه ان هم يسيطروا على المباراه. الاهلي كان بينافس وكان بيلعب بذكاء في المباراه. ما فيش حد توقع النتيجة دي، وبالتالي أنا شايف أن الأهلي أدى بشكل جيد أمام ريال مدريد. يعني ما فيش أحسن من كده شهادة. ده نجم مهم كان في ريال مدريد ومتابع، ده بيكلمك على ماتش الأهلي والزمالك في الدوري، وكان يعني بيلعب على صدارة الدوري ساعتها. قال له كما يحلو البعض ان يصور الامر، هو ريال مدريد كان بيلعب على قد. قال له لا طبعا، ريال مدريد كان في يعني ما معناه ما كانش ضامن الماتش في اي لحظه. الاهلي كان بيؤدي بنظام، ولكن مؤكد ان دي شهاده مهمه جدا وانطباع. يعني هو ميدو عايز ياكد حاجه هو كان عمال يتكلم فيها، يقول لك ريال مدريد ما كانش بالجديه الكافيه، ريال مدريد كان بيدخر جهده فالناس انتقدته، فجاب كاريمبو علشان يعضد رايه. كاريمبو قال له نو 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 نو، ده بينفيها له نفي قاطع. قال له تفتكر ان ريال مدريد كان بيوفر جهده وما لعبش بالمجهود الكامل قدام النادي الاهلي؟ قال له لا 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 خالص، الاهلي هو اللي كان بيلعب بشكل جيد. عموما الاهلي في البطوله ديت، وقال النتيجه كبيره ولا تعبر عن سير المباراه. الاهلي في البطوله ديت اكتسب حاجات مهمه جدا. نشوف راي الاستاذ حسن المسكاوي. كيف تابعت كاس العالم للانديه من منظور النادي الاهلي؟ تابعت البطوله باهتمام، لان اولا دي بطوله بيحتك فيها فريق مصري بمدارس مختلفه ولاعبين عندهم خبرات تختلف تماما عن خبرات لاعبي الدوري المصري او كاس مصر او النشاط المحلي. يعني دي حاجه مهمه جدا، سواء مع اوكلاند او سياتل او ريال مدريد طبعا او فلامينجو اللي هو اخر مباراه. مهم جدا ان يعني لو منتخبنا الوطني بيلعب مباريات في السنه اربع ماتشات احتكاك مع نيوزيلندا، مع امريكا، مع اسبانيا، مع البرازيل، ده احنا نكسر الدنيا. فدي خبرات مهمه جدا للعيبه النادي الاهلي. وهو يعني التلميح بين الخبرات دي مهمه للاهلي، بس هتنعكس على منتخب مصر. استاذ ابراهيم، والله العظيم الاهلي ده حاجه كبيره جدا. شوف الناس عماله تدافع على النادي الاهلي اكتفى بالمركز الرابع، وده وافلت منه الفوز امام ريال مدريد وافلت منه الفوز امام فلامينكو. ايه العظمه دي؟ بيقيم زي يعني عيب تخسر ماتش زي ده قدام ريال مدريد، ايه ازاي تخسر قدام فلامينكو بالمنظر ده؟ ايه هذا هو الاهلي؟ لانك كبير اتحاسب بقى زي الكبار بقى. عشان كده كان لازم نشوف
بعظمة لسانه، هل للهلال يا أهلي؟ الأهلي بيستهل المشوار الأفريقي الطموح نحو السعودية، نحو السعودية 2023 كأس العالم للأندية إن شاء الله تعالى. الأهلي بدأ الدوري إن دي بطولته المفضلة، دوري أبطال أفريقيا البطولة المستحقة، وبقت كأس العالم للأندية البطولة اللائقة بالأهلي. إنه يكون ضيف دائم أو شبه دائم على كأس العالم للأندية، فهي دي مكانة النادي الأهلي، وهو ده تمن النادي الأهلي وصورته العالمية. عشان كده بداية الأهلي في دوري الأبطال بدوري المجموعات بداية مهمة جدا. اتأجلت له مباراته مع القطن الكاميروني في الجولة الأولى، لكن الجولة دي بيبدأ مع الهلال السوداني الشقيق في أم درمان. الأهلي أضاف لقيمته الأفريقية 7 لاعبين جدد في الانتقالات يناير، مروان عطية وكهربا وخالد عبد الفتاح وأحمد قندوسي ومحمد الضاوي كريستو وكريم الدبيس وعبد الرحمن رشدان. طبعا ابتعد للإعارة محمد محمود اللي أعير لنادي الاتحاد، ومحمد مغربي وزياد طارق وحسام حسن لسموحة. ماذا في بعثة الأهلي في السودان؟ الترتيبات الفنية، الأجواء الفنية للفريق واستعداداته. معنا من الخرطوم الزميل عبد الحميد جلال الصحفي بالمركز الإعلامي للأهلي. مساء الخير يا عبد الحميد. مساء الخير عليك يا أستاذ إبراهيم، ومساء الخير على المهندس عادل الطيعي وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. وصلت بالسلامة النهاردة، احكي لنا بقى بعين الصحفي إيه اللي أنت رصدته. طبعا يا استاذ ابراهيم حضرتك عارف ان النادي الاهلي لما بيشارك في بطوله بيكون الهدف الاساسي هو التفوز بالبطوله، وكلنا عارفين ان بطوله دوري ابطال افريقيا بطوله غاليه جدا على النادي الاهلي وعلى جماهيره. فخلال الرحله النهارده كان في تركيز شديد جدا على كل اللعيبه ان هم ان شاء الله تكون ضربه البدايه في دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا تكون موفقه، وان النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه تساعده على حسم تذكره التاهل مبكرا. كلنا عارفين طبعا ان ماتش القطن الكاميروني في الجوله الاولى يتاجل، وبالتالي عايز اقول ان الفوز او تحقيق نتيجه ايجابيه مهم جدا جدا للنادي الاهلي في ماتش الهلال السوداني، فده كان محور الحديث لكل اللعيبه والجهاز الفني خلال الرحله الصعيم. في نفس الوقت طبعا في مطار الخرطوم كان في ترحاب شديد جدا بالنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي، سواء من الاشقاء هنا في السودان او الخارجيه المصريه طبعا متمثله في السفاره المصريه في السودان طبعا خلال السفير هاني صلاح اللي بصراحه قام بجهد كبير جدا جدا في كل الترتيبات والتنسيق مع بعثه النادي الاهلي، سواء مع السيد الوزير عمرو فاروق رئيس البعثه او الكابتن سارح حفيظ والشق الاداري. وفي غير ان جمهور النادي الاهلي طبعا كان في الاستقبال كالعاده، جمهور الاهلي في كل مكان يا استاذ ابراهيم باشمهندس عدلي في كل مكان بصراحه الاهلي بيروح بيلاقي جمهوره، فان شاء الله الاجواء كلها تفاؤليه بتحقيق نتيجه ايجابيه في المباراه. يعني الفريق واضح انه مستر مارسيل كولر عامل حساب كمان مباراه اسوان، اخذ خالد عبد الفتاح برغم انه موقوف في مباراه الهلال، لكن عامل حسابه انه ياخده لمباراه اسوان. بالظبط، طبعا خالد عبد الفتاح دلوقتي بقى من العناصر المهمه جدا في الفريق، وزي ما حضرتك شفت لما شارك في كاس العالم ظهر بمستوى كويس جدا، حتى الطرد اللي تعرض له طبعا كل الناس عارفه شافت الطرد ده ازاي، فبالتالي هو خلاص بقى عنصر اساسي من عناصر الفريق في الفتره المقبله. فمستر كولر دايما بيركز في سواء المباراه دي او المباراه اللي جايه، وكان التركيز في ده ان الاهلي بدل ما يرجع للقاهره وبعدين يرجع تاني لاسوان ويبقى في اجهاد اكثر على اللعيبه، لان في وقت ضيق جدا بين المباراتين، ففضل ان هو ياخد خالد عبد الفتاح معاه رغم انه مش هيشارك في مباراه الهلال، لكن هي ممكن يكون له دور كبير في ماتش اسوان ان شاء الله. بكره التمرين على ارض ملعب الجوهره الزرقاء ولا على ملعب فرعي؟ لا، بكره التمرين ان شاء الله على الجوهره الزرقاء الساعه 3 عصرا، هو ده استاد نادي الهلال، ودي ده الملعب اللي هيحتضن المباراه، وهيكون قبل التمرين قايم
المؤتمر الصحفي الساعه 2:30 الخاص بالنادي الاهلي، واللي المفروض هيحضره مستر مارسيل كولر مدير الفني للفريق والكابتن محمد الشناوي. الاجتماع الفني للمباراه بكره مش كده؟ الاجتماع الفني للمباراه طبعا هيكون بكره بحضور كابتن سالم حفيظ وكابتن سمير عادلي وكابتن ماهر عبد العزيز ده من النادي الاهلي، وبالاضافه لمندوبي نادي الهلال السوداني ومسؤول الاتحاد الافريقي، ويكون في احد الفنادق اللي هتكون قريبه من فندق الاقامه بالنادي الاهلي، هيكون الساعه 7 مساء ان شاء الله، هيتم خلاله الاتفاق على كل الترتيبات المتعلقه بالمباراه. تمام يا عبد الحميد، والجو جميل، يمكن عرفنا من سياده السفير ان درجه الحراره في اثناء المباراه تقريبا تتراوح ل 30 درجه. طبعا ده يكون بالنهار، هو الجو بالنهار ممكن يكون يعني حر شويه بس مش بدرجه الحراره اللي هي بتاعه الصيف، وبالليل مش ساقعه يعني زي مصر، فالاجواء هنا كويسه وفي تفاؤل جدا في بعثه النادي الاهلي ان شاء الله ان احنا نحقق نتيجه ايجابيه في المباراه الصيفيه. هل اتكلمتوا مع مستر كولر؟ لا طبعا، مستر كولر انت عارف الوقت كان ضيق جدا، هو كان في جلسه مع اللعيبه ومجرد الوصول لفندق الاقامه كان مستر كولر نفسه شاف الارهاق على اللعيبه والاجهاد، ففضل ان هو ياجل الجلسه دي لبكره علشان اللعيبه تاخد قسط اكبر من الراحه وتكون بكره فريشت كده ان شاء الله يعني. باذن الله تعالى يا عبد الحميد ترجعوا منتصرين ان شاء الله. شاكرين يا عبد الحميد جدا. شكرا جزيلا للزميل عبد الحميد جلال الصحفي في المركز الاعلامي بالنادي، والواضح انه الدنيا هاديه قوي. ما هو يعني باذن الله تظل هادئه وباذن الله يعني كمان نرجع بنتيجه هادئه جميله ان شاء الله. طيب قلت لكم على الاضافات. طب القائمه الافريقيه، نتائج الجولة الأولى، الأهلي والقطن الكاميروني تأجلت، لكن سان داونز المنافس القوي في المجموعة فاز على الهلال السوداني 1-0. وهنا عايز أقول لكم على حاجة، الاحترافية اللي بيشتغل بيها سان داونز، سان داونز أوفد اتنين، يمكن خالد علي وواحد محلل أداء، خالد علي ده المنسق اللي عنده ده مصري، أوفدهم للمغرب عشان يتابعوا الأهلي، وكان واضح ان هم متوقعين ان الاهلي مش هيعدي الدور الاولاني لانه حجزوا تذاكر لغايه ماتش سياتل فقط. فشفت خالد، شفت خالد علي بعد ماتش سياتل بقول له اه هنشوفك ماتش، قال لي لا ده انا مسافر بكره. ليه؟ قال لك يعني حاجزين للماتشين دول بس. لكن شوفوا الاحترافيه، انه باعت وراك ناس تتفرج عليك في بطوله وتحلل الاداء وتسجل المباراه ويبقى قدام المدرب بتاعهم الصوره كامله. خلاص سان داونز بقى ديربي. يعني سان داونز قدرنا احنا رابع او خامس مره على التوالي نقع في مجموعه واحده يعني. فكسب الهلال 1-0. بقيه المجموعات، في المجموعه الاولى بترو اتلتيكو الانجولي مع شبيبة القبائل الجزائري انتهى 0-0. الوداد المغربي اتاجلت مباراته مع فيتا كلاب بسبب مشاركه الوداد في كاس العالم. الجولة الثانية هتبدا الجمعة. الجمعة في شبيبة القبائل الجزائري مع الوداد المغربي. ويوم السبت في تكلاب الكونغولي مع بترو اتلتيكو الانجولي. دي الجمعة. المجموعة الثانية الاهلي مع القطن الكاميروني اتأجلت وسان داونز كسب. طيب المجموعة مباريات الجولة الثانية الجمعة 17 فبراير القطن الكاميروني وسان داونز، والسبت الهلال السوداني مع الأهلي المصري. المجموعة الثالثة الجولة الأولى فيها الرجاء فاز فوز كبير على فايبرز الأوغندي 5-0، وحوريا كوناكري الغيني فاز على سيمبا التنزاني 1-0. الجولة دي هتشهد يوم السبت، فايبرز الأوغندي هيلعب مع حوريا كوناكري، والرجاء هيسافر تنزانيا يلاعب سيمبا. المجموعة الرابعة جولتها الأولى الزمالك خسر في ملعبه من شباب بلوزداد 1-0، والترجي كسب المريخ السوداني 1-0، ومباراة حصلت فيها أزمة وفيها شكوى للكاف حتى الآن لم يبت فيها.
شكوى من نادي المريخ انه نادي الترجي استخدم التغييرات بتاعته في 4 فترات. القانون بيديله انه بيستخدم 3 فترات تغيير فقط فيهم 5 لعيبة. الترجي عمل فترة رابعة كمان، خطأ من الحكم الرابع، خطأ من طاقم التحكيم، لكن في النهاية المريخ السوداني بيدافع عن حقه وبيشتكي بيطعن لدى الكاف في هذه المباراة. هي سابقة هتحط قاعدة. لأن الكاف العقوبة أول مش هيقدر يتجاهل إن في خطأ حصل. العقوبة هتتراوح مثلا، ممكن يقول غرامة، ممكن يقول إيقاف الحكم، ممكن يعني انما اللي بيأمله ايه المريخ؟ ان المباراه تعاد او تحتسب نتيجه سلبيه، ودي كلها امور يعني هننتظر عشان دي هتحط سابقه وقاعده، يبقى الناس لو حصل كده ممكن يحصل ايه. طيب الهلال، الهلال في السودان يعني زعيم الكره السودانيه ونادي له قيمته وله تاريخه، وليه بالمناسبه علاقاته التاريخيه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي صحيح عنده علاقات محترمه جدا كمان مع المريخ السوداني ومع كل الانديه الحياه في السودان، من اكثر الدول العربيه اللي فيها تسميه لاسم النادي الاهلي نادي الهلال السودان. السودان تقريبا زي ما كابتن شطه قال لنا تقريبا في حوالي 4 أو 5 أندية بتحمل اسم الاهلي في مختلف القطر السوداني، فالعلاقه ممتده مع الجميع. الهلال قيمته التسويقية بتبلغ 2 مليون يورو و73%، وبيدرب الفريق المدرب الكونغولي فوران إيبنجي. الهلال عمل صفقات شتوية جيدة، عمل بالظبط 7 صفقات، سجل عثمان ضيوف وفابريس نجومة وديفيد أباجا وطلال عادل وعماد الصين وستيفن إيبولا ولسانا كيتا. الدوري السوداني حاليا اذا كان الاهلي بيتصدر الدوري المصري، الهلال بيتصدر جدول الدوري السوداني، عنده 44 نقطه من 17 مباراه، فعامل سيزون قوي جدا، بادئ بدايه قويه جدا، حقق الفوز في 14 مباراه، اتعادل مباراتين وخسر مباراه واحده. في ال 44 او في الماتشات اللي لعبها حتى الان ال 17 سجل 42 هدف واستقبلت شباكه 12 هدف، تفوق على المريخ الوصيف اللي عنده 42 نقطة من 17 مباراة. تشكيل الهلال أمام صن داونز كان ضم علي أبو 20، إيمورو إبراهيم والطيب عبد الرازق وعثمان عثمان ضيوف وأطهر الطاهر والد الدين خضر وديفيد إيبانجا وعبدول أجاجون وأنس سعيد ومحمد عبد الرحمن وليليو مكابي. ده تشكيل الهلال الرئيسي اللي لعب بيه مباراته مع صن داونز وخسرها في جنوب افريقيا. الماتش هيبقى الساعه 3 العصر على ملعب الجوهره الزرقاء، طاقم حكام من موريتانيا برئاسه دحان بايده، ده اللي هيدير طاقم او هيدير هذه المباراه. واحنا عارفين انه للاسف ادوار دوري المجموعات يا باشمهندس ما فيهاش تقنيه الفار، فبالتالي بتبقى فيها صعوبات شويه على الحكام. هي بتبقى ولذلك بتبقى دائما حافله بنتائج صعبه. يعني انت لما تبص تلاقي الاهلي حتى في كل النسخ التي تاهل الى نهايتها او فاز بها ما كانش مشواره اسهل حاجه في المجاميع. نتمنى نكسر القاعده المره دي. طيب الجدول مباريات الاهلي القادمه دي مسألة مهمة جدا، خريطة اللقاءات. السبت الأهلي هيلعب مع الهلال في أم درمان الساعة 3. يوم هيلعب الأهلي مع أسوان يوم 21، يعني الأهلي هيجي من السودان على يعني أسوان بعد المباراة. 19/20 هيلعب 21. هيتمرن تمرينتين في أسوان ويلعب مع أسوان. برضه هيبقى الساعة 3 إلا ربع. يجي من أسوان على طول يوم 21 بالليل على القاهرة، عشان بعد 3 أيام كمان يوم 25 فبراير الأهلي هيلعب مع صن داونز 9 مساء مساء السبت 25. علقة طبعا. بعد ماتش صن داونز بثلاث أيام يلعب مع الداخلية يوم 28، ثم مع
القطن الكاميروني المباراة المؤجلة من الجولة الأولى، هيلعب القطن هنا في مصر يوم 4 مارس. 4 مارس مع القطن، يغيب يومين، ويوم 7 مارس يلعب مع المقاولين. 7 مارس 3 أيام، يلعب يوم 11 مع سان داونز في جنوب أفريقيا. يعني بعد ماتش المقاولين على طول بساعات هيسافر عشان 11 يبقى مع سان داونز. الجمعة أو السبت 17 أو 18 مارس هيستقبل القطن الكاميروني في القاهرة. 21 أنا بس عايز أتوقف. 31 مارس أو 1 أبريل هيستقبل الهلال السوداني في القاهرة. عايز أتوقف. المقاولين العرب الساعة 5. هتخلص المباراة 7:30 8. هيسافر الفريق الساعة 10. أنا بدي أرقام كده. أيوه. واخد بالك؟ السفرة دي بتاخد وقت قد إيه؟ بتاخد لها من 12 ل 13 ساعة. فأنت هتوصل تاني يوم تقريبا الصبح. فأنت يوم 7 هتوصل يوم 8. أنت هتوصل 8 9 10 8 دي أنت هتبقى طالع من سفر. أيوه. أو واصل من سفر. بعد يومين هتلعب في جنوب افريقيا تاني. نرجع نقول والكلام اللي بنعيده ونزيده، لكن هنعمل ايه؟ والمقاولين العرب نفسه هيلعب. الاهلي هياخد 5 و6 ويلعب 7 وهو راجع من الاهلي والداخليه يوم 7. مش هتابع بقى الايام. بص، هي جدول مضغوط و قدر مكتوب. يا جماعه لا يمكن نلعب كل الاسابيع دي في الدوري المحلي، مش مع التحديات الدوليه والتحديات الاقليميه اللي عماله تتنامى، وان كره القدم بقى عليها مصاريف واعباء. ما كمان الانديه معذوره، يعني الانديه نفسها تشارك في كل بطولات ليه؟ فرصه ان تزود دخلها. يعني طب هتجيب منين موارد؟ يعني ما انت عمال بتعمل ماتشات وحارم الانديه من جماهيرها، فانت حارمها من جزء مهم من الايرادات. البث التلفزيوني لا يعكس الواقع. مش بالمبالغ يعني، اللي تعكس الواقع بقى. بما ان مفيش جمهور في الملعب، يبقى الجمهور موجود كله بيتفرج عليك، يبقى البث لازم يزيد الى ارقام مختلفه خالص. على فكره النقطه اللي بيشير اليها المهندس عدي كمان مهمه في جزئيه المشاركات الخارجيه. ازاي يتم تنسيق؟ اولا الانديه من حقها تشارك عشان تدعم مواردها، بس الانديه عشان تدعم مواردها محتاجه اجنده منضبطه. طب الاجنده المنضبطه تتعمل ازاي في ظل تداخل البطولات؟ المتهم الدائم المهندس عامر حسين نشوف. هي شروط يعني غالبا معموله عشان ان الزمالك لازم يشارك، فقالوا ان اول الموسم اللي فات تمام، ومعموله ان الاهلي لازم يشارك. هيختاروا هم ناديين او 4 بالاختيار بدون اي معايير، هم اللي يختاروا. بس هي معموله طبعا عشان النادي الاهلي. يبقى احنا الاتحاد المصري بس يبعت لهم نادي واحد من ضمن اول 4 في الموسم اللي فات. تمام. عندنا الناديين هيشتركوا زمالك واهلي، هيخشوا من النهائيات على طول. من دور ال 16 على طول. فدول ما عندهمش تعارض الموسم دوت مع البطولات اللي عندهم. يعني دول مجرد 3 أسابيع في الصيف وفي الدوره المجمعه وخلصنا. ايوه. عندنا بقى مشكله في البيراميدز ان في المواعيد متعارضه مع الكونفدراليه. المفترض تبدا ماتشاته امتى يا كابتن دور التمهيدي ده؟ شهر 3 اللي جاي ده. دي نظام رايح جاي. ما قالوش، هم حاطين 3 مواعيد كده للادوار، لسه التفاصيل لسه مش تمام. تمام. فبيراميدز هيتعارض مع الكونفدراليه. عنده مواعيد متعارضه مع الكونفدراليه، مش تمام. مع الدوري، مع الكونفدراليه. فالافضل يبقى نادي مش مشارك اصلا في بطوله. لو جيت بقى للرابع هيبقى الجيش. يبقى نادي الجيش. هناخد راي الجيش، هل عنده الرغبه ان هو يشارك؟ هل هو ظروفه الحاليه عامل حسابه انه ممكن انت يشارك؟ انت بتتكلم فنيا. فنيا. في ظل يعني تراجع الاداء او النتائج. ممكن هو. هل هو جاهز كفريق وقوام فريق انه يشارك في بطوله زي دي؟ من مجهوده، وهو ما عطوش اللعيبه الكافيه ان هو يلعب هنا وهو موقفه مش كويس. طيب سؤال
سؤال، احنا كده اتفقنا خلاص الاهلي هيختاروهم الاربعه اللي هم بيختاروهم، الزمالك بطل الدوري الموسم اللي فات، ومحتاجين واحد ثالث من الاربعه الاوائل، مظبوط كده؟ صح كده، اهلي وزمالك من الادوار النهائيه، والنادي الثالث من الادوار الاولى. تمام. يعني هو عامر حسين يعني يرى ان البطوله العربيه جايه في توقيت هتزيد طبعا من الاعباء بتاعه الضغوط على الكره المصريه وعلى ممثليها، فقال لك هم حطوا بطل الدوري علشان عايزين الزمالك، وحطوا اختيارات أندية جماهيرية عشان عايزين الأهلي، فهياخدوا الزمالك والأهلي. إذن الناديين دول اللي هو عليهم العبء برضو في المشاركات الإفريقية، هيبقى عليهم عبء في المشاركات العربية، ولسه الله أعلم السوبر الإفريقي ده اللي مش واضح له معالم حتى الآن، إذا جاء برضه هيحصل فيه ايه؟ ده النادي الاهلي بقى كمان هيتحملها لوحده دي ليله اللي يحلها يكسب عجله. طيب هي ايه فكره البطوله العربيه يا جماعه اللي اعلنوا عنها فجاه وقالوا ارقام الجوائز بتاعتها مغريه جدا، 10 مليون دولار مرصوده للبطوله منها 6 للبطل و2.5 للنصيف. هنا 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 لا كده مش مغريه قوي، انك تركز ان جائزه البطل تبقى 6 وبعدين التاني 2.5، ايه الفجوه دي؟ طيب بغض النظر عن القيمه الماليه، مين اللي شارك؟ لانه الناس قالت الاهلي شارك بصفته ايه؟ البطوله هتبقى مجمعه لمده 15 يوم من 25/7 في ثلاث مدن السعوديه، ابها والطائف والباحه. هيشارك فيها 16 فريق، اللي هم مين؟ في ادوار تمهيديه هتتعمل على ثلاث مراحل. البطوله الادوار ديت لبقيه الفرق ذات المستوى الثاني، يعني هيبقى بتصفي فيها بقيه الدول، الصومال وجيبوتي وموريتانيا، بقيه الدول العربيه. هيصعد منها كام التصفيات ديت؟ 6 انديه من 16. في 6 انديه أبطال الدوري في الست دول الكبرى، اللي هم مين؟ مصر، تونس، الجزائر، المغرب، والسعودية وقطر. إذن الست دول دول هيتأهل البطل بتاعهم، البطل بتاع الدوري الموسم اللي فات الزمالك. الاتحاد العربي الأمانة العامة بتاعته إدت نفسها الحق إنها تختار 4 أندية هي اللي تختارهم، لاسباب تسويقيه، لاسباب تقويه. يقال هيبقوا 5 يعني. لا هما ما ينفعش يبقوا 5، هما 16. انت بتتكلم 6 و6 12 و4 يبقى ادي 16. عشان تعمل 4 مجموعات في عامر حسين بيقول لك ايه؟ الصحيح انهم سيختاروا 5 انديه لاسباب جماهيريه. يعني يقدر يلعب. ما هو يقدر يلعب 4 مجموعات احنا فيها 17. انا جايب الكلام المكتوب. لا الحاج عامر اخطا فيها، لان هما ال 16 اللي هيشاركوا في الدوره المجمعه هتتعمل فيها كام؟ 4 مجموعات. في 6 انديه صاعدين من الادوار التمهيديه، في 6 انديه ابطال الدوري في الدوريات في الدول الست اللي انا قلتها لكم، يا بطل الدوري يا اما احد الفرق من الاربعه الاوائل. الدوري الموسم اللي فات كان الزمالك الاول، بيراميدز الثاني، الاهلي الثالث، طلائع الجيش الرابع. فدول الاربع انديه اللي يمكن الاختيار بينهم. الاختيار الاول للزمالك باعتباره بطل الدوري. هنا الاتحاد العربي عايز النادي الاهلي في البطوله ضمن الاربع انديه المطلوبين. الاربع انديه دول الاهلي، الدوري السعودي كان بطل الهلال، فهيبقى الاهلي والاتحاد والنصر. الاهلي والاتحاد والنصر بنسبة كبيرة جدا هيجيب الرجاء المغربي، لأنه كان بطل النسخة العربية اللي فاتت. كان بطل النسخة العربية اللي فاتت، فهيجيب الرجاء المغربي، والوصيف بتاعه كان الاتحاد. أدي الاتنين مع الأهلي ومع الـ 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 الفريق الرابع النصر، الأهلي والاتحاد والنصر والرجاء المغربي. أدي الأربع أندية اللي هيشاركوا في استثناء الاتحاد العربي. الست أندية أبطال الدوريات معروفين. الوداد بطل الدوري المغربي، شباب بلوزداد بطل الدوري الجزائري، الترجي بطل الدوري التونسي، الزمالك بطل الدوري المصري، السد بطل الدوري القطري، والهلال بطل الدوري السعودي.
ال 16 نادي دول يا باشمهندس هيعملهم اربع مجموعات، الاربع مجموعات كل فريق هيلعب ثلاث ماتشات هيصعد الاول والثاني عشان يروح دور الثمانيه. بعد دور الثمانيه الدور قبل النهائي ثم النهائي. الفريق اللي هياخد البطوله او اللي هيلعب فاينل هيكون لعب ست ماتشات، ثلاثه في الدور الاول ثم الدور الثمانيه والسيمي فاينل والفاينل. ست مباريات جايزتها 6 مليون دولار. البطوله ميعادها يبقى كويس لو الدوري المصري انتهى قبل 25/7. كاس دوري السوبر الافريقي اللي المهندس عادل اشار اليه، الاتحاد الافريقي بينتوي انه يبداوا في اكتوبر، فمش هيتعارض مبدئيا دلوقتي مع البطوله الافريقيه او مع البطوله العربيه. دوري ابطال افريقيا السنه دي هيخلص في مايو، النسخه اللي الاهلي بيبدا فيها مع الهلال هتخلص في مايو. ف 25/7 مش هيبقى فيه تماس او تعارض الا مع الدوري المصري وكاس مصر لو ما لحقش الاتحاد يخلصهم في ميعاد قبل 25/7. الاهلي موقفه ايه؟ موقفه حتى الان ما جاتلوش اي اوراق، ما جاتلوش اي مكاتبات، ما جاتلوش اي دعوات، ما عندوش اي مواعيد. وانا اعتقد انه ساعتها الامور هتبقى فنيه. استاذ ابراهيم، حتى لو ما فيش تماس هو ده مش عبء على الاعداد للدوري اللي بعديه؟ بقول لك عشان كده يبقى القرار فني. يعني مش فني بقى، انت ما هو انت محطوط بقى في مشكله كبيره جدا. اولا البطوله دي معموله واضح يعني لغرض تقارب، عمل يعني عمل حاله عربيه من خلال كره القدم. ثانيا الجوائز اللي محطوطه لها بتخليك برضو عندك طموح انك انت تخش تزود من ايراداتك. ثالثا حرصك انك تكون موجود باستمرار كاسم، يعني بيتردد في المحافل اللي زي دي مكانتك. ما هتسيب الفراغ ده وتبعد كده باستمرار لان ظروفك. ولذلك انا برجع اقول لك الدوري المصري محتاج مراجعه. عدد الفرق، كل الناس كل سنه تقول لك صح ان لازم عدد الفرق يقل، وكلنا عارفين ده ما حدش هيعمل كده. لازم سنة استثنائية، لازم سنة استثنائية. ما احنا بنعمل الاستثنائية ونرجع للوضع اللي كنا عليه. لا ما ترجعش، ما احنا في نظام يوصلك انك لو عايز تعمل 14 نادي تعمل 14 نادي، وده يبقى حل نموذجي، لان 14 نادي دول تقدر تعمل وراهم 18 نادي او 14 زيهم. لا خليك بقى عشان تعمل دوري قوي جدا يعني في الدرجة الثانية، وتقدر تجيب منه عوائد بس لا تقل عن الدوري الاول. فانت حتى ما يبقى الناس بتتفرج على كوره قويه على مرحلتين، حتى لما تقول ممتاز بألف وممتاز ب يبقى في سبب. اعمل ممتاز في ممتاز، اعمل ب بعد كده في ممتاز. طيب تعمل ايه بقى وانت عندك التحكيم مشكله ملهاش حل؟ مباراه الزمالك وسموحه يعني مباراة الحقيقة يعني إبراهيم نور الدين فيها تفوق على أي حد يقدر يتوقع أخطاء للحكم. ده مش رأينا، ده رأي للكابتن سمير عثمان عن ضربة جزاء لم تحتسب لسموحة. نشوف هنا لعيب نادي سموحة ناجح إنه يلعب الكرة، بعد كده هنلاقي قدم لعيب نادي الزمالك حتى لو لمست الكرة داست على قدم لعيب سموحة منعته حتى إنه يحاول يرفع رجله. ركلة جزاء سهلة كان لازم حكم المباراة يحتسب. أنا من وجهة نظري النهاردة إبراهيم لو كان حسب الكرة دي كان دخل التاريخ، أول ركلة جزاء في خلال 13 ثانية وسهلة. إبراهيم ما حسبلهاش ليه؟ الإجابة عنده هو. رأي واضح وصريح من الكابتن سمير عثمان. اللي ضحكك بقى شوف رد فعل ابراهيم نور الدين على كل الانتقادات دي. لا هنشوف كابتن سمير عثمان عن ضربه جزاء غير صحيحه للزمالك، لانه ابراهيم نور الدين خطا وكان مزدوج. ايوه ده كان العجيب جدا، يتغاضى عن ضربه جزاء واضحه جدا لسموحه، خلت سموحه طلع بيان وبعت شكوى للاتحاد وطلب ابعاد ابراهيم نور الدين عن مبارياته، لانه ما اكتفاش انه يتغاضى عن ضربه جزاء لسموحه واضحه في اول 13 ثانيه. سمير عثمان قال لك كان هيدخل التاريخ باعتباره يبقى اجرا حكم احتسب اسرع ضربه جزاء، لكن
ابراهيم نور الدين رفض دخول التاريخ برضه. راح داخل من باب تاني في التغاضي او في احتساب ضربه جزاء. نشوف تعليق سمير عثمان عليه. الحالة الثالثة تحرك ممتاز من ابراهيم نور الدين ثم احتساب ركلة جزاء. لو الكرة جت في ايد لعيب نادي سموحة، اللي انا شايفه هنا الكرة ما جتش في ايد لعيب نادي سموحة، يعني ايديه ممدودة بس الكرة ما جتش، والدليل على كده مكملة بالتأخير اللي حصل في دماغ لعيب نادي سموحة. طب حكم الفار نداه وجاب له زاوية رؤية، كذا زاوية رؤية طبعا، هنا دي ما تقدرش تقول هنا فيها ركلة جزاء ولا من الصورة دي، لكن مصطفى مدحت بصراحة جاب له صورة ممتازة اللي احنا شايفينها، الكرة مكملة، مفيش أي يعني من وجهة نظر مفيش أي لعب إن الكرة لمست في إيد لعيب. لا هو يعني هو عايز تاني قال لك لا، ما انت لو شفتها بالجنب هتشوف انها جت في ايده وبعدين في دماغه. طب تشوفها بالجنب ليه؟ ما تشوفها من ورا الصوره القاطعه الحاسمه النافيه للجهاله زي ما بيقولوا. لكن يشوفها ازاي كده؟ يا اخي والله العظيم انا مستغرب الناس بتتعامل مع نفسها ازاي؟ ايه الهدوء النفسي اللي عندهم ده؟ ربنا انا بحسدهم. يعني مش ممكن. وبعدين يطلع يعمل لك هابي فالنتاين دير وبيغني ومبسوط قوي، يعني بيطلع لسانه للجميع. ليه ما يعملش كده؟ ليه ورا الناس اللي بتدافع عنه تطلع لجنه يحصل تسريبات؟ انت صح ما تسالش في حد. طيب هو سمير عثمان ما بيحبوش يا سيدي، نروح لجهاد جريشه يمكن ينصفه. نشوف. بنتكلم على المبدا العام، المبدا العام في التحكيم، الكره لو خبطت او لمست رجل المدافع ما لعبش الكره وارتكب خطا اللي هو دهس القدم الرجل على الرجل وبالتالي يعاقب عليها. وحتى في اصعب الاحوال لو حتى المدافع لعب الكره، وده ما حصلش في اللقطه، لو حتى المدافع لعب الكره عمل اكشن جديد اللي هو الفوت على الفوت، فوت ان فوت، ده خطا كبير ويعاقب على اللاعب الزمالك بركله جزاء وانذار. حكم الفار قام بدوره، استدعى الحكم وقال له ركله جزاء موجوده، دهس على القدم، ركلة جزاء سهلة وواضحة وصريحة لسموحة لم تحتسب، ويعقوب واللقطة دي لازم فيها ركلة جزاء، دهس على القدم فوت فوت، لازم ركلة جزاء وإنذار. عدم احتساب ركلة جزاء صحيحة لسموحة في الدقيقة الأولى من المباراة كانت تختلف جدا معاها المباراة النهاردة. خطأ تحكيمي كبير في مباراة كبيرة زي سموحة والزمالك. اللقطة الثانية واحتساب ركلة جزاء لنادي الزمالك. كانت دي في الدقيقة 22، الحكم احتسب وإشارته واضحة بتقول إن الكرة لمست يد. جبنا لقطة واثنين وثلاثة عشان نتأكد من قرار الحكم، كل اللقطات اللي كانت معانا مش موضحة لمسة اليد، في كذا لقطة جبناها مفيش فيها أي ركلة جزاء. طيب الاثنين ما بيحبوهوش، الرأي العام كله شاف إيه؟ لكن هو تمكرون يمكر الله والله خير الماكرين وهابي فالنتاين دي. بيتكلم يعني الرسالة دي لمين؟ طب ما تقولها لنفسك، ما تقولها لنفسك طالما انك راجل يعني ربنا قوي ايمانك يعني، او يزيد حبك انه هابي فالنتاين. لا هابي فالنتاين يحبوا بعض يعني، الراجل وصل الى مرحله من اللامبالاه. ما هو هو ابراهيم نور الدين يعني اللي حصل له من الفيصلي، والله انا قلت هيعتذر التحكيم، لكن عنده الشجاعه انه يتحمل مثل هذه المواقف. انا احييه على شخصيته بيقدر يتحمل حاجات ما اعرفش يعني وانا مش عايز اهاجم واحد يعني لو اخطاء لو مش كفاءه يعني. كل ما الناس تقول لك ده الحكم رقم واحد ويركبوه على ناس كتير جدا، انتوا كده بتدينوه يبقى مش اخطاء يعني. ممكن يكون رقم واحد ابجديا بس لا ترتيبهم ابجدي. لا حتى لو هو رقم واحد يبقى انت كده بتقول لا ده مش بيغلط، ده عارف بيعمل ايه. لان لما يبقى رقم واحد بالاخطاء اللي بيسجلها عليه خبراء التحكيم، واحنا يا جماعه فيما يخص التحكيم الراي بيبقى لخبراء التحكيم مش راي التحكيم لينا احنا. بس هو يعني كل مره خبراء التحكيم يتفقوا مع رؤيتنا؟ ما هو بيدعموا الشك. تاني ارجع اقول لك احنا اللي بنحط نفسنا في دائره الشك بانك بتتعامل مع الظواهر دي بلا مبالاه. في وقت كان في كاس العالم الانديه الراجل وقف الباد وشرح للجمهور سبب القرار. انت رحت بعيد ليه؟ ابراهيم فايق لاحظ هذه الملحوظه في الفرق بين الفار والفار. الفار المصري اللي قال لك من يوم ما اتعمل الاهلي ما هياخدش دوري ومش هياخد دوري، والفار بتاع كاس العالم اللي قارن بينهم ابراهيم فايق. نشوفه ده ايه بقى؟
ها ده ايه؟ حد يشرح لنا بقى يا جماعه ده ايه بقى؟ طيف الاشباح في الملعب؟ دي رسوم بيانيه؟ شخبطه اطفال؟ حد فهمنا طب يا جماعه ده ايه ده؟ يعني انا دلوقتي بشوف كاس العالم للانديه وصلت بيهم الشفافيه، بيجي الحكم يقوم قايل لك والله بص الكره ديت ضربه جزاء على اللعيب الفلاني، فانت تسمع في المدرجات واحنا نسمع في البيوت ومفيش بعد كده. طيب هو الفار ده مش معمول علشان خاطر الحكم يحكم بالعدل؟ ده رقم واحد. ورقم اتنين، انا كمشاهد بتفرج على التلفزيون اشوف صور، صح ولا بتكلم غلط؟ ده استغفر الله العظيم يا رب كاس عام انديه. وترجع لكاس العالم اللي فات برضه نفس التقنيات يا جماعه، ما هي هي برضه، ما هو فار برضه اخوانا. بص يا استاذ ابراهيم، لا الضلمه نافعه ولا النور نافع. ما الاستاذ غربال برضه حسب طرد على اللعيب اللي بيجري ورا لعيب تاني، اهي الصوره الواضحه جدا ما فيهاش طرد، وكل الناس قالوا هذا الكلام. هي المساله مرتبطه بنيه الحكم. بص يا استاذ ابراهيم، والله انت لا محتاج فار. ابراهيم انا ولا ابراهيم فايق؟ لا انت. انا ابراهيم فايق؟ لا وابراهيم نور الدين، انتوا هتلخبطونا ليه؟ يعني هي المساله يعني هنفضل نتكلم، اصل التحكيم اخطاء التحكيم جزء من متعه، متعه ايه؟ لا دي جزء من الاريافه على متعه اللعبه. اخطاء ايه اللي تبقى متعه دي؟ انها تبقى باستمرار في اتجاه واحد والمصلحه واحده، وقلما يحصل لك مره غلطه عشان يمسكوا فيها ويقول لك ما بيحصل لك اهو. يا عم انت بتغير لي مصير بطوله ب10 اخطاء وتديني غلطه وبعدين تقول لي ما بيحسب لك اهو. تعالى نراجع بعض ودي مش عارف يعني. هو انت شايف ان الفار حقق عداله؟ انا مش شايف انه حقق عداله، لان الرغبه في تحقيق العداله عند الافراد مش عند الصوره. الصوره جيب الصور اللي انت عايزها وبعدين انت قول انا الحكم وانا القرار عندي. ما قال له كده، قال له انا انت تقول اللي انت تقوله انا القرار عندي. بناء على ايه؟ اشرح وامسك كده زي ما القانون بيلزمك واشرح للناس انت شفت ايه في الفار وبناء عليه قرارك تمسكت بيه او رجعت عنه ليه. ده كلام مهم عن اخطاء حكم كانت واضحه جدا، اعتقد اثارت الراي العام بشده والكل علق عليها انه الحكم كان حاد جدا في محاربه القانون هنا وهنا. نطلع لفاصل وبعد الفاصل نتواصل. اهلا بحضراتكم من جديد. الاهلي وصل لهذه المكانة الكبيرة سواء في الترتيب العالمي أو في الأصداء العالمية الكبيرة اللي الحقيقة كانت أبرز مكاسب المشاركة في المغرب، من أبرز مكاسب الأهلي في البطولة بالإضافة للنواحي الفنية والخبرات الكبيرة اللي تراكمت والمكاسب المادية حتى اللي تحققت. كانت فكرة الصدى العالمي والتواجد في الميديا العالمية للأهلي يا باشمهندس كبيرة، وهو نادي تملي جزء من الإشادة به أو الإشارة إليه. لابد أن ترتبط الإشادة والإشارة بحاجتين مهمين جدا، شعبيته وتاريخه. فيقول لك تاريخ والناس تفخر بتاريخه وبمواقفه، ها، وبعدد جماهيريته وشعبيته. المكونين دول عملوا حاجة مهمة جدا 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 اللي بيسموها يعني شخصية النادي الأهلي. هو النادي الذي يتمسك بالمبدأ على حساب النتيجة دون النظر، مش على حساب، دون النظر إلى النتيجة، فيكافئ بالحسنيين المبدأ والنتيجة. فبيدي لك المثل القدم حتى على مستوى العالم. مفيش نوادي كتيرة بتعمل اللي بيعمله النادي الأهلي ده بالنسبة للتمسك بالأهداف الأخلاقية، بالأكواد الأخلاقية، بالأكواد النظامية، دون الحذر والتخوف من تأثير ده على النتائج. الذي يدهشك أن دائما الإنصاف يأتي أن يوم تتحقق لك النتائج في لحظة الناس مش متوقعها. كل متوقع يقول لك ده بيلعب من غير فرقته الأساسية يكسب بالناشئين الزمالك ويكمل ويكسب كاس مصر، يروح كاس العالم يكسب من غير نص الفرقة ويطلع الثالث على العالم. أنت والأمثلة كثيرة، قلنا في تنس الطاولة حصل إيه وفي التنس حصل إيه، وقلنا إن قبل كده في الكورة حصل إيه وحجازي وغيره. يعني إذا النادي الأهلي ينظر إلى إنه يمشي صح
امشي صح وسيب الامور تنصفك والتاريخ ينصفك، فبيحدث هذا. قبل الفاصل كنا بنتحدث على الخلط ما بين يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين زي ما قال الكابتن ابراهيم نور الدين، وال فالنتاين الهابي فالنتاين. مش احنا بس كمان اللي استغربنا واندهشنا للربط العجيب، نشوف الزميل تامر امين. بمناسبه هابي فالنتاين، صحيح خلوني امسي على حكمنا المصري ابراهيم نور الدين واقول له هابي فالنتاين، لان الحقيقه قال لنا هابي فالنتاين. هات الصوره كده يا انس، هاد لنا هابي فالنتاين، فلا نملك الا ان نرد التحيه بتحيه احسن منها، فاحنا كلنا كمصريين بنقول له هابي فالنتاينز باك تو يو كابتن ابراهيم نور الدين. دي الصوره اللي منزلها ابراهيم نور الدين حكم المصري اللي حكم المباراه اللي عملت جدل مفيش اكبر من كده، مباراه الزمالك وسموحه اللي انتهت بفوز الزمالك بثلاثيه. دي الصوره اللي منزلها الكابتن ابراهيم نور الدين حكم المباراه على صفحته، وكاتب فيها كده: الحمد لله، يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وبعدين هابي فالنتاينز داي. الحياه مش فاهمك، الحياه مش فاهمك يا هيما. صحيح والله مش فاهمك يا كابتن هيما. ايه علاقه يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين بهابي فالنتاينز داي؟ مش عارف، بس ما علينا. وهنستقبل التحيه والتهنئه بالهابي فالنتاينز على جنب، وخلينا في المعنى اللي انت كاتبه. هم مين اللي يمكرون يا كابتن ابراهيم؟ سؤال بس، ويعني اكيد انت قصدك حد. يمكرون ويمكر الله، طب احنا عارفين مكر الله، كلنا عارفين مكر الله، لكن هم مين بقى اللي يمكرون؟ عندك الشجاعه تقول مين اللي يمكرون؟ ولا يكونش قصدك احنا الاعلاميين؟ ولا كنش قصدك الجماهير اللي بتتفرج ولا حول لها ولا قوه؟ ولا انت قصدك اتحاد الكوره ولجنه الحكام اللي عاقبتك ووقفتك لاجل غير مسمى لحد ما يتم التحقيق معاك؟ ولا مجالس الانديه اللي يعني عايز اعرف مين اللي يمكرون؟ بس انت كاتب يمكرون ويمكر الله. انا بسالك سؤال اهو عشان ترد علينا في صفحتك اللي جايه ان شاء الله، في البوست اللي جاي كده ربنا يعني يقوي النت بتاعك، وتكتب لنا بوست قريب وتقول لنا هم مين اللي يمكرون وفين مكرهم. ثم هو الصورة اللي حضرتك منزلها دي على البوست قصدك منها ايه؟ قصدك منها ان الكورة جت في ايد لاعب سموحة، فبالتالي قرارك بضربة الجزاء للزمالك سليم؟ على فكرة انا هنا مش بتكلم دلوقتي على الماتش خالص، ولا على ان الزمالك كسب ولا سموحه خسر، ولا لي علاقه بالقصه، ولا هخش حتى في صحه ضربات الجزاء من عدمها سواء بينالتي سموحه او بينالتي الزمالك، مش قضيتي. انا قضيتي منظومه كره القدم المصريه ومنظومه التحكيم كيف تدار وكيف نرى الامور على طبيعتها. الصوره اللي انت منزلها يا كابتن ابراهيم، اولا عشان بس ابقى اقول لك يعني انا بقى بتاع اعلام مش حضرتك، الصوره دي لا تفيد شيئا. الصوره دي لا تفيد شيئا. انت منزلها علشان تثبت للناس ان قرارك صح، والكوره خبطت في دراع الباك بتاع سموحه على اساس ان هو على الارض وايديه مرفوعه شويه. بس انا بقول لك ان الصوره دي لا تفيد شيئا. ليه؟ لان الكوره اللقطه اللي حضرتك بصورها دي، الكوره لسه في رجل لعيب الزمالك. الكوره لسه في رجل لعيبه الزمالك، لعيب الزمالك ما خرجتش منه. الله اعلم بقى الكوره خرجت على ايد اللاعب ولا على دماغه. الله اعلم، انا ما اعرفش. انا بقول لك الصوره اللي انت منزلها دي لا تثبت شيئا، لا تبرئك ولا تدينك ولا تعمل اي حاجه. ده هو ده اللي فيه مكر شويه، ده اللي فيه دهاء شويه، محاوله ايهام الناس ان دي الصوره اللي تثبت صحه اللعبه. انا بقى نرفزتي ومضايقتي وانتقادي جاي منين؟ جاي انه ليس من حق الحكم، من وجهه نظري، من وجهة نظري المتواضعة، ليس من حق ولا من دور ولا من واجب الحكم ابدا انه يطلع بعد الماتش عشان يأكد صحة لعبته او ينفي صحة لعبته. ليس من دوره ولا من حقه
انه يطلع يثبت ان قراره كان صح او قراره كان غلط. قراره اتخذ في الملعب وانتهى الامر. اللي يحلل ويثبت الكلام ده يا اما اتحاد الكره واللجان بتاعه التفتيش والمراقبه او المحللين في الاستوديوهات. لكن الحكم المباراه نفسه ممنوع انه يطلع يقول لا الكره صح والقرار صح وانتوا اللي مش فاهمين او كره غلط ومش... ممنوع، والا يفتح باب للشيطان. يفتح باب لو كل حكم بعد كل ماتش طلع قال الكره دي انتوا مش فاهمينها، دي لمسه مش عارف ايه، ودي حصل كذا، وابتدى يحلل قراراته، تفتح باب للشيطان مش هيتقفل ابدا. فانا بالنسبه لي مش قصتي انها بينالتي ولا مش بينالتي، ولا بتاعت سموحه بينالتي ولا مش بينالتي. انا قصتي في انه الحكم يطلع يحاول يبرأ نفسه او يدين غيره او 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 يعقب ويخش في جدال مع الجماهير على السوشيال ميديا زي ما ابراهيم نور الدين عامل وقال لك يمكرون ويمكر الله ومش عارف ايه وبتاع. لا، ده مش دور الحكم، ده مش دور القاضي. تخيلوا كده القاضي المحترم في المحكمه بعد الجلسه يطلع يقول والله يا جماعه الحكم بتاعي صح، ده انا كنت عملت مش عارف ايه كذا، وينزل يرجع بالليل يكتب بوست يكلم الموكلين فيه على الفيسبوك. هو ده ينفع؟ هو ده ينفع؟ بس هو الحقيقه ينفع في وسط المنظومه بتاعه كره القدم المصريه، وتحديدا الازمه الشديده اللي موجوده فيها الحكام المصريين منذ سنوات. واشارك الاستاذ تامر امين حيرته ودهشته على الربط بين يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، وجايب صوره لا تثبت اي شيء، لان الصوره اللي شفناها من الحركه جايه مباشره في راس اللاعب اللي هي جت من ورا، فحتى دي فيها نوع من الذكاء نعتبره. ولكن هابي فالنتاين دي ده يبقى نوزع دباديب بقى، بلاش صفافير ولا بلاش، ها يعني انت تنزل الملعب كل واحد ابراهيم نور الدين حاضن دباديب، لا يعني كل واحد ماسك طفل صغير والحكام ينزلوا ماسكين دباديب وخلاص، ويبقى الدنيا حلوه، ما تيجي نحب بعض ونستحمل بعض وخلاص. وكل صاحب حق يعني انت زعلان ليه يعني اخص عليك. للاسف هو ده حال الكوره وهو ده حال التحكيم زي ما اشار الزميل تامر امين. الاهلي وصل للي وصل له لانه عبر تاريخه الطويل هناك من اضاء هذا الطريق ب الشموع الحمراء عن مصطفى بيه. مصطفى بيه امين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، ودي كانت مفاجأة لناس كتيرة ما كانتش تعرفها، الكل يعرف إنه مصطفى أمين واحد من رموز التاريخ في الصحافة المصرية. رمز بارز، واحد من أفضل وأمهر صناع الصحافة. جورنالجي بامتياز، واحد مش بس أسس أخبار اليوم أو أضاء شموع النادي الأهلي، لا كمان أوجد مدرسة صحفية لها سماتها المهنية المميزة جدا في مجلس إدارة النادي الأهلي أو في النادي الأهلي عامة. كان لمصطفى بيه أمين جهود كبيرة جدا. نشوف هذا التقرير. يعد مصطفى بيك أمين اسما كبيرا في تاريخ عالم الصحافة، وصاحب أشهر فكرة في الصحافة العربية، والذي لعب دورا هاما في تاريخ مصر السياسي. الشموع الحمراء مصطفى أمين في 21 من فبراير عام 2004 كان والد أبو يوسف والدة سعد. انعكست نفسيته بشكل على حياته ونشأ وترعرع في بيتهما. ارتبط مصطفى أمين بعالم الساحرة المستديرة مبكرة، وتحديدا مع الكرة الشراب، بتكوين فريق الأسد المرعب في حارة الببلي، قبل أن يتحول من لاعب إلى ناقد رياضي في جريدة كوكب الشرق وعمره 14 سنة فقط. وكان معجبا للغاية بالنادي الأهلي، خاصة ثنائي الفريق حسين حجازي ومختار التتش، وكان يذهب مع رفقائه سيرا على الأقدام من السيدة زينب إلى مقر النادي في الجزيرة لمشاهدة المباريات.
وانضم مصطفى أمين إلى عضوية النادي الأهلي، وكان يلتقي بشخصيات معروفة ترأست النادي مثل جعفر ولي باشا وأحمد حسنين باشا وغيرهم. ويعد مصطفى أمين صاحب الفضل في انضمام أحمد عبود باشا إلى عضوية النادي الأهلي قبل توليه رئاسة القلعة الحمراء بعد ذلك، حيث اصطحب عبود باشا إلى مقر النادي فأعجب به قبل أن يعلن مساهمته في إقامة حمام السباحة بمبلغ 3000 جنيه، ليدخل بعدها عبود باشا النادي الأهلي ويصبح من أهم رؤساء القلعة الحمراء عبر التاريخ. كما ساهم مصطفى أمين في منح أم كلثوم نيشان الكمال في حفلها بالنادي الأهلي، وكان قد اتفق مع الملك فاروق الذي كانت سلطات الاحتلال قد أصدرت أمراً إلى كل الصحف والمطبوعات بعدم ذكر اسمه وأخباره بالحضور، لأن الحفل كان مذاعاً على الهواء فسيتم ذكر اسم الملك مما يغيظ الإنجليز. وعند دخول الملك فاروق النادي الأهلي استقبله الأعضاء بالتصفيق نكاية في الإنجليز، وتعالت الهتافات باسمه، فشعر الملك بسعادة غامرة وأنعم على أم كلثوم بوسام الكمال. ورياضية، لعب مصطفى أمين دورا كبيرا في استقدام منتخب البرازيل بقيادة الملك بيلي لمواجهة منتخب مصر وديا في القاهرة، وهو ما اعترض عليه الرئيس جمال عبد الناصر وقتها، وكانت وجهة نظره أنه لا يخشى الهزيمة بنتيجة كبيرة أمام أبطال العالم. واعترف مصطفى أمين بأنه يعشق الثنائي صالح سليم ومحمود الخطيب، ويعتبرهما أفضل من لعب كرة القدم على مر الأجيال في مصر. وفي 13 من أبريل عام 1997 توفي مصطفى أمين بعد حياة حافلة، تاركا وراءه إرثا كبيرا من العطاء اللامحدود رياضيا وسياسيا وصحفيا. بمثل هذه الشخصيات الاستثنائية أستاذ إبراهيم، ها، تم إثراء تاريخ النادي الأهلي، وكان مصطفى أمين بالتأكيد شخصية استثنائية، لأنه دايما كانت أفكاره ملهمة. يعني تبص، هو عيد الأم، مش حتى عيد الحب، هو كان بذرته اللي حطها. كان دايما التفكير في حاجات كده اصبحت بعد كده حتى في الجهود الخيريه، يعني اسس باب ليله القدر. بقى ليله القدر لسه من اجل اسبوع الشفاء، اسبوع الشفاء، يعني دائما كان خيريه كبيره، كان دماغه شغاله هو واخوه، وكان عندهم قدر من الابتكار الهائل جدا. فوجود الناس دي، يعني لما يبقى عضو مجلس اداره ويفكر الملك اللي عليه حظر يذكر اسمه، لا هنعمل لك حفله لام كلثوم وتيجي تحضرها، الناس تهتف لك، هيعملوا ايه فيها دي؟ ولا حاجه. فالملك يسعد ويدي وسام الكمال لام كلثوم، ده تفكير ما مش طبيعي. يعني لما ياخد احمد عبود باشا للنادي، هو اللي عزمه في النادي لاول مره، قاله عايز يفيد النادي، عايز يفيد عبود، وجاب رجله. دفع 3000 جنيه، عمل يعني 3000 جنيه كانت تبقى اسهام في حمام سباحه يعني النهارده، يعني ولا 300 مليون جنيه. يعني القصه الدنيا بتتغير، لكن هي الافكار الرائده الغير تقليديه المقتحمه الشجاعه هي اللي تعمل التطور. كان تاريخ النادي الاهلي مليئا بهؤلاء المفكرون. مفكرين انا قلتها عشان اشوفك هتوقفني ولا لا. فالمفكرين دول اللي كلهم في مجالي ايوه كان بيعمل شيء جميل. والنادي الاهلي زي عارف مكانه، التركيبه دي عبر تاريخه تمت من خلال هؤلاء. ده كلام مهم جدا، لما نلاحظ انه مصطفى امين يكون له دور في اللجنة الثقافية، وشوفوا اللجان كانت حتى نشطة جدا وكانت مفيدة في النادي، انه من خلال ترأسه للجنة الثقافية يساهم في حملة بناء حمام السباحة، ويكون احمد عبود باشا رجل الاعمال اللي جر رجله للنادي الاهلي مصطفى امين يكون هو المساهم الاكبر في انشاء حمام السباحة. هو ده النادي الاهلي، وهي دي رموز وشموع حمراء أضاءت تاريخ النادي الأهلي. لكن
يبقى أيضا هناك الكثير من أسرار الملك عن سعيد جيرمانو، سعيد أبو النور، هيكلمنا عنه المهندس عدلي، ولكن بعد هذا التقرير الصوتي. سعيد أبو النور أحد اللاعبين العظماء في تاريخ النادي الأهلي في فترة الستينيات، والملقب بقلب الدفاع الأبيض نظراً لبياض وجهه الشديد. ولد سعيد أبو النور عام 1938، بدأ مشواره مع الساحرة المستديرة بدور المدارس بأرض المعلمين والتي هي مستشفى المعلمين الآن. اكتشفته عيون كشافي الأهلي وطلبوا منه الحضور إلى النادي، وبدأ مسيرته مع القلعة الحمراء عام 1957، وكان من ناشئي مدرسة الكرة، وتدرج في صفوف الناشئين حتى لعب لفريق 18 سنة، وتم تصعيده للفريق الأول عام 1959 بقيادة ماكبرايد المدير الفني الإنجليزي وقتها، والذي دفع به فور تصعيده في مباراة القمة أمام الزمالك، والتي حقق فيها الأهلي الفوز بهدفين مقابل هدف واحد. أحرز للأهلي رفعة الفناجيل وطه إسماعيل، بينما أحرز للزمالك عبد نصحي، وظل بالقلعة الحمراء 11 عاما متصلة. من المواسم التي حقق فيها أبو النور إنجازا عام 1961، حين حقق الأهلي ثلاثية الدوري والكأس بالإضافة لكأس الجمهورية العربية المتحدة بين مصر وسوريا. ومن المباريات الفارقة في مسيرته لقاء الأهلي أمام بطل أوروبا وقتها بنفيكا البرتغالي عام 1962، حيث نجح في مراقبة الأسطورة إيزيبيو وبناء على قرار من عبد صالح الوحش مدرب الفريق وقتها، حتى إن الأخير صافحه عقب نهاية اللقاء الذي انتهى بفوز الأهلي بثلاثية مقابل هدفين. ومن المواقف التي لا ينساها الصخرة الأهلوية حرمانه من مكافأة دورة جاكرتا التي أقيمت عام 1963، حيث شارك مع المنتخب ولكن تم طرده بعدما ضرب لاعبا كوريا. وفي يوم 25 من سبتمبر عام 2010 توفي النجم العظيم واللاعب المحبوب والخلوق سعيد أبو النور، قلب الدفاع الأبيض وملك التغطيات. بص يا سيدي، بصيت يا سيدي، سعيد أبو النور كان ملقب بجيرمانو. ليه؟ لأنه لما لعب قدام بنفيكا، كان بنفيكا وقتها كسب ريال مدريد وكسب بطولة أوروبا بنتيجة كبيرة، وجالنا أول مباراة يلعبها ودية بعد تتويجه باللقب ده، وكان عندهم سيرد باك اسمه جيرمانو، فكان المقارنة، لأن سعيد أبو النور كان أسلوبه مختلف، هو صاحب الأسلوب الهادئ في الأداء، يعني تقدر تشبه شوية أسلوبه بعماد النحاس مثلا، ما كانش فيه الداشنج واللعب، إنما كان فيه التوقع والاستخلاص وبدء الهجمة زي كابتن حسن حمد، حاجة كابتن حسن نفس الستايل، فكان سعيد. وبعدين اتصعد صغير يعني، ومن ساعة ما اتصعد خلاص لعب أساسي على طول، وفضل 11 سنة واتصل يلعب، وبعد كده راح مبطل وسافر قعد في هولندا بقى، استقر وخد الجنسية وبقى، لكن كل صيف كان حريص لازم يجي النادي. مرة رحت هولندا كان في شغل يعني، كنت بشتغل في شركة خاصة وسافرت هولندا، قابلني وحسيت يعني بمكانته في المجتمع اللي هو فيه، يعني اصحاب كتير، مكانه كويسه، بيته كان بسم الله ما شاء الله عليه يعني، فهو كان قصه نجاح حتى على المستوى الشخصي رحمه الله عليه، كان بيحب جيله قوي يعني. انا فاكر لازم عمل كذا حفله في النادي طبعا، يجمع فيها نجوم الستينات من كل الانديه، كان يجي، ما اقول لك كان حريص لازم يجي في الصيف ويعمل بقى الاعداد اللي انت بتقول عليه دي، والقعده التقليديه اللي على باب مدخل الكلاب هاوس دي من ناحيه الايه اوضه مجلس الاداره، ويلم الناس حواليه. لا يعني واحد من الناس اللي تقدر تقول من العلامات اللي لازم تتذكرها وانت بتجيب تاريخ الكره في النادي الاهلي. الجيل ده كان ساري جدا بالمواهب يا باشمهندس، ساري بالمواهب وساري بالشخصيات
اللي ليها طابع خاص. انا يعنيني اكتر كمان انه بعد ما بيبطل بيبقى عامل ازاي، علاقته بالنادي الاهلي عامله ازاي. يعني كل ما تيجي فرصه انه ينزل مصر كان لازم ينزل مصر وما يقضيش ثانيه بره النادي الاهلي غير عشان ينام. يجي الصبح يروح بالليل. فطبعا رحمه الله عليه يعني حتى انا اول مره اعرف انه كان رئيس الغرفه التجاريه للهواء والانديه المصريه في هولندا. يعني ما انا بقول لك له مكانه حسيتها انا. يعني رئيس الغرفه التجاريه في هولندا دي مش سهله يعني. مات 2010 رحمه الله عليه. طبعا كان لاعب مميز جدا وانسان انيق حتى في شكله وفي صوته يعني رحمه الله عليه. رحمه الله على الكابتن سعيد ابو النور وكل الافزاز الحقيقه اللي اثروا الملاعب المصريه والاهلاويه بالعطاء الطويل. واخيرا تبقى مع مجلتنا اليوم ومن 40 سنة. اليوم صدر العدد الجديد من مجلة النادي الأهلي يشير إلى المباراة المهمة جدا للأهلي مع الهلال السوداني، وإزاي النادي الأهلي بيبدأ المشوار المهم في دوري أبطال أفريقيا. العدد كمان بيغطي ردات الفعل الكبيرة جدا عالميا على مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية والإشادات الكبيرة التي استحقها النادي الأهلي في هذه البطولة. ده حال مجلة الأهلي اليوم، ولكن كيف كانت من 40 سنة تقريبا؟ نشوف هذا التقرير الصوتي. مجلتنا في عددها رقم 464 والصادر يوم الأحد 25 من ربيع الأول عام 1403 هجرية الموافق 9 من يناير عام 1983 ميلادية كان احتفالا بالفوز على الزمالك في الدوري الممتاز. جاء عنوان الصفحة الأولى: الحمد لله فاز الأهلي، والفرسان الحمر يؤكدون أنهم أبطال مصر وإفريقيا. وفي عنوان ثالث: تصريح على لسان صالح سليم: الجهري واللاعبون كانوا عند حسن ظن الأهلي والجماهير. بينما كشف محمود الجهري مدرب الأهلي أن الفريق حقق ما أراد. وكتب عبد المجيد نعمان رئيس تحرير المجلة في كلمة الأسبوع أن الانتصار ما أحلاه، خاصة حين يأتي بجدارة وباعتراف الجميع. كما أبرزت المجلة في صفحتها الأولى استعدادات جماهير الأهلي في دمياط للاحتفال ببطل أفريقيا في لقاء الغزل بالدوري الممتاز. وفي الصفحة الثانية نشرت المجلة تصريحات عبد العزيز عبد الشافي مدير الكرة بالفريق، حيث أكد أنه سعيد بالفوز وسعيد أكثر لأن زكريا ناصف أحرز هدف الفوز. وتابع عزيز: شكرا للزمالك، كان أول من قدم لنا التهنئة عقب المباراة. وعلى صفحتين كاملتين قام الناقد الرياضي ونجم الأهلي السابق أحمد مكاوي بتحليل لقاء القمة، حيث أشار إلى أن مقاتلي الأهلي أكدوا أنهم أبطال إفريقيا بجدارة، كما أشاد بتماسك صفوف لاعبي الأهلي وهجومهم الشرس مما أربك دفاع الزمالك. وخص مكاوي بالثناء زكريا ناصف صاحب الهدف الجميل، مؤكدا أن القدر وحده هو الذي أبقاه في الملعب لكي يحرز الهدف القاتل. وأكد نجم الأهلي السابق تألق أكثر من لاعب في صفوف الفريق، وأن هدف الدقيقة الأخيرة قضى على أمل الزمالك. وذكرت المجلة واقعة طريفة بطلها الحاج عرفة أحد عشاق النادي الأهلي، الذي قام بشراء 6 جديان من أحد الرعاة في الموسكي وقام بذبحها كلها وأهداها لأهالي الحي ابتهاجا بفوز الأهلي. وفي الصفحة الأخيرة نشرت المجلة صورا لأفراح الأهلي بالفوز الكبير على الزمالك، بينما كتب حلمي أبو المعاطي: قلنا الأهلي هو الأفضل والتوفيق من عند الله. عايز
اتوقف عند شوف الاشادات والكلام ده خلاص مفهومه وناس كتير كتبت، لكن ان يكتب بهذا البنط العريض ويستخلص من كلام عبد العزيز عبد الشافي كابتن زيزو شكرا للزمالك كان اول من قدم لنا التهنئه، يا ريت نركز عليها. دي بتعكس ايه؟ بتعكس حاجتين مهمين، كيف كانت الروح الرياضيه وقتها ان المغلوب ما عندوش غضاضه ويقدم التهنئه للفائز. الاجمل من كده ان يحاول الفائز ابراز هذا تاني يوم بعد الكتابه، يعني كابتن عبد العزيز اول ما سئل قال لهم شكرا لزمالك كان اول من قدم لنا التهنئه. شوف الشعور المتبادل. وانا عايز اقول لك حاجه، ان كان الكابتن عبد العزيز اقرب اصدقائه وهم كان في التوفيق في التوفيق، فكانوا يلتقوا وكنا يعني احنا كاعضاء نادي بقى قريبين من اللعيبه بالليل معانا واحد راحت فين؟ شكرا الزمالك كان اول من قدم لنا التهنئه. الكلام ده راح فين؟ مش نطلع اللعيبه بتتفاخر انها بتكره الاهلي بتتفكر اتمنى الاذيه الاهلي، واحد يقول لك اتمنى ان وليد الثاني يقول لك زاد الكراهيه اللي مفتوح ده. ولذلك كان في رقي وكان في جمال، ده ناتج من ايه؟ ان قيادات الانديه وقتها كانت فبتنتقل، ان بعد كده مش غريب ان الكابتن الخطيب ياخد بايد حسن شحاته ويحيي جماهير الاهلي والزمالك لما وجد بعض الخروج في المدرجات على الروح الرياضيه، مش كل واحد يروح يرقص مع النادي على شتمته الجماهير للفريق الاخر. هذا كلام لو استنكرناه احنا كقيادات كنا صلحنا امور كتير جدا. ولذلك انا بقول لك لا يستقيم الظل والعود اعوج، لازم العود يتعدل بقى عشان الدنيا كلها تستقيم. برضه في اطار هذه الروح فاتنا ان ننعي الى الجماهير الرياضيه وللمصريين كلهم وفاه الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ مرسي عطله رئيس مجلس اداره دار او الاهرام السابق ورئيس نادي الزمالك السابق ورئيس تحرير مجله نادي الزمالك ودفعتي السابق. وزميل دراسه دفعتك وزميل دراسه رحمه الله على الاستاذ مرسي عطله الذي وفى امس الاول، و ولمحبيه ولقرائه الدعاء بالصحة والسؤال عليه. زي ما بدأنا كيف يستقيم الظل والعود أعوج، كل الأمل أن يستقيم هذا العود لأنه فعلا أوضاع الكرة المصرية محتاجة الكثير من الجهود. كل التوفيق للأهلي بكرة يوم السبت إن شاء الله في السودان. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.